بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. اسبوع جديد من البريمو مع بداية الاسبوع وبداية الادوار الاقصائية في كأس العالم دور الستاشر، ومباريات ساخنة جدا. واحنا شايفين كأس العالم خلاص بقى، احنا بنتكلم في التقال، الفرق التقيلة خلاص اتصفصفت كده عشان تلعب هذه الادوار، وبالتالي بنشوف الفرق اللي ممكن كانت في دور المجموعات فيها هزة، لا الموضوع بيختلف فيه الدور الثاني او دور الستاشر. شفنا هولندا النهارده بتفوز على امريكا 3-1، منذ قليل ماتش ساخن جدا ومثير جدا الارجنتين بتفوز على استراليا 2-1، وبالتالي لسه بقى المباريات اللي جايه في دور 16 من خلال منتخبات كبيره هنشوف ايضا مباريات رائعه. هنكون معاكم وهنتكلم على كل هذه التفاصيل واخبار البريمو واخبار كاس العالم في الايام السابقه والايام القادمه مع نجومنا في الجزء الثاني من الحلقه كابتن محمود ابو الدهب وايضا كابتن احمد غانم سلطان، هيكونوا معانا والتحليل الفني لمباريات اليوم. لكن عندنا اخبار واخبار مهمه جدا في البريمو النهارده، خلينا نبتدي باهمها ان شاء الله. طيب هنتكلم على الماتش اللي يمكن خلصان منذ دقائق، وماتش كبير جدا للارجنتين واستراليا. الحقيقه المنتخب الاسترالي قدم عرض رائع امام فرق او فريق من الفرق الثقيله جدا في بطوله كاس العالم، والحقيقه ان الارجنتين واضح انها شبيهه شويه بمنتخب 86 اللي كان نجم المنتخب في هذا الوقت دييجو ارماندو مارادونا، طبعا يعني الراجل الاسطوره في كره القدم. احنا بنشوف منتخب الارجنتين السنه دي يعني ولا تقول لي الفارز ولا جوميز ولا لا، هو ميسي يا جماعه هو اللي بيحرك المنتخب الارجنتين. ايا كان الفريق اللي قدامه بيقدر من خلال مهاراته، برغم ممكن نقول السن اللي ممكن بيتقدم بميسي، لكن المهاره بتفرق كتير جدا لليونيل ميسي اللي النهارده كان سبب من اسباب فوز الارجنتين ب 2-1 بهدفين مقابل هدف واحد. واكيد الهدف بتاعه ده الهدف تقدم كان للارجنتين، هدف يمكن بيتكرر كتير. شفت الكره دي بالظبط لو تتذكروا في مباراه السعوديه، ولولا طبعا الحارس الرائع للسعوديه وتصدي ليها كان ممكن الارجنتين كانت تتقدم في الماتش ده وتبقى ليه شكل مختلف ماتش الارجنتين والسعوديه. لكن النهارده هدف ميسي شبيه بهذه الكره، وبالتالي تقدم كان مهم جدا للارجنتين من خلال ميسي. ثم بعد كده طبعا الارجنتين تحس برضو ان هم يعني مش الفرقة اللي هي عايزة تحط واحد واثنين وتلاتة واربعة، وبالتالي حطت الهدف التاني، لكن تحس ان هم كانوا برضو بيريحوا بقى خلاص ضمنوا الفوز او كده. لكن استراليا صراحة فريق من الفرق اللي زي ما بقول كده، فرق عندها حماسة تنظيم، وده في حد ذاته بيتعب اي فريق كبير. وزي ما قلت قبل كده وبأكدها مع حضراتكم تاني، ان البطوله دي بتثبت ان المستوى الفني للفرق مهما كانت كبيره او صغيره مش بعيد عن بعض. الامكانيات الفرديه هي اللي بتفرق، يعني امكانيات واحد زي ميسي بتفرق، امكانيات واحد زي نيمار بتفرق، امكانيات ايا كان بقى الاسم الكبير في المنتخبات مبابي مثلا مع المنتخب الفرنسي بتفرق. الحاجات الصغيره دي هي اللي بتفرق مع المنتخبات الكبيره، لكن لما نيجي نبص للشكل الجماعي ومستوى الفرق لا كله متقارب. يعني للمعلومة واكيد حضراتكم طبعا واخدين بالكم ان مفيش حد من المنتخبات المتصدرة للمجموعات حصل على العلامة الكاملة 9 نقاط، مفيش حد خالص من هذه المنتخبات الكبيرة اللي تصدرت، او حتى اللي يمكن في منتخبات ممكن تكون صغيرة مثلا او اسمها مش زي مثلا الارجنتين وفرنسا والفرق او اسبانيا مثلا اللي اتصدرت ممكن تكون حصلت على العلامة الكاملة، كله اتغلب او اتعادل. وبالتالي طبعا ده برضو بيديك مؤشر للمستوى الفني بالنسبة للفرق في المونديال.
زي ما انتم شايفين النهارده الارجنتين بالرغم انها فازت لكن في مثلا في اخر دقيقه او اخر ثلاث دقائق كان في كره يعني ممكن كان يتعادل بيها المنتخب الاسترالي لكن حارس مرمى المنتخب الارجنتيني مارتينيز تألق فيها بشكل كبير جدا وقدر يمنع هدف التعادل. الامور بقى تطول ممكن ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل في الاكسترا تايم كان ممكن ايه يحصل لكن في الاخر انا بقول ان الارجنتين هي ميسي. وجهة نظري انا شخصية ان بالرغم من المنتخب الارجنتيني عنده مجموعة من اللاعبين اللي بيلعبوا في افضل الاندية في اوروبا لكن ميسي بيظل هو النجم والنجم المحرك واللي بيغير شكل المنتخب الارجنتيني وكمان هو اللي بيدي الهدف اللي بيدي التقدم واللي بيرفع بيه الحالة المعنوية للمنتخب الارجنتيني. ده بالنسبة لمباراة الارجنتين واستراليا وتأهل مستحق للمنتخب الارجنتيني لملاقاة طبعا المنتخب الهولندي اللي كسب النهاردة 3-1 امريكا. برضو زي ما بقول لكم لو احنا بنتكلم على استراليا انها منظمة وعندها برضو مجموعة من اللاعبين وعندهم طاقة وعندهم اصرار ان هم ما يعني ما ينهزموش بسهولة. برضو المنتخب الامريكي عنده نفس الشكل في الكرة وان كان المنتخب الهولندي النهاردة لعب بشكل مختلف جدا في اللقاء. فكرة انك ما تهاجمش بالشكل ممكن يكون في انك منتخب كبير وانك تضغط عليهم بشكل كبير لا المنتخب الهولندي كان عنده طريقة لعب النهاردة في تنظيم دفاعي كبير جدا للمنتخب الهولندي امام المنتخب الامريكي. ما تعرفش بقى يعني طبعا ده فكر جديد لفان جال في التشكيلة وبطريقة اللعب امام منتخب ممكن يكون اقل منه ممكن في التصنيف لكن قدروا النهاردة من خلال الطريقة دي ان هم يحرزوا 3 اهداف وكان ممكن شبيه برضو النهاردة كان برضو كان 2-1 ثم الهدف الثالث للمنتخب الهولندي كان في الدقيقة 82 وضمنوا به الفوز. وبالتالي برضو النهاردة كانت مباراة او مباراتين شبيهتين لبعض سواء بقى مباراة الارجنتين واستراليا او هولندا وامريكا في شكل النتيجة وشكل اللعب من خلال الفرقتين او الاربع فرق اللي كانوا متواجدين. سامع معلش يا جماعه مين معانا؟ طبعا استاذنا الكبير والناقد الرياضي الكبير من الدوحه استاذ اسماعيل مرزوق ودائما بيكون متواجد معانا والتحليل الخاص بما يحدث في المونديال خصوصا ان احنا ابتدينا في الادوار الاقصائيه وما ادراك بقى الادوار الاقصائيه. في فرق بتبقى سعيده جدا من خلال الفوز وفي فرق طبعا حلمها انه كان يكمل في البطوله لكن طبعا هي دي كره القدم. استاذ اسماعيل تحياتي لحضرتك. كابتن محمد ازيك وازاي كل الزملاء والساده المشاهدين. اهلا وسهلا جميعا. اهلا وسهلا منورنا دايما يا استاذ اسماعيل. تسلم كابتن محمد تسلم. يعني النهارده بدايه بقى للدور ال 16 والادوار الاقصائيه رايحتك في الماتشين النهارده من خلال التواجد القوي للفرق الكبيره سواء هولندا او الارجنتين. اليوم بيبدا يوم الاثاره او مرحله الخروج ومرحله الاستبعاد و مرحلة الإبداع ولذلك بتلاقي كل الفرق الخسرانة زي فريق استراليا وزي فريق أمريكا في حالة من البكاء شديد جدا أكن طفل صغير بيبكي على شيء من والده أو والدته بعد المباراة. كانت حاجة مؤثرة جدا رغم التواجد الجماهيري الكبير جدا في الملعبين يعني تجاوزت العدد الجماهيري حوالي 45,000 وكان في رقم قياسي النهاردة لحد مباريات أمس حضر المشجعين لمباريات الدور الأول حوالي 2,045,000 مشجع ده رقم قياسي كبير جدا. لو اتكلمنا على مباراتين النهاردة أنا كنت في المباراة الأولى هولندا بدأت يعني هي تقف على أرض صلبة رغم أنها تقدمت بهدفين لهدف لأن فلت المباراة معلقة إلى أن حسمت الموقعة ب3 أهداف مقابل هدف. فريق الأمريكي لم يظهر كما ظهر في الدور الأول. أنا شايف في نوع من الخلل في خط وسط الفريق الأمريكي وكان من الممكن أن يعود ولكن الخبرة الهولندية قدرت التوحين أنها تعبر الأمريكان وتصعد لتواجه التانجو في موقعة نقدر نقول عليها موقعة الموت. صحيح. استاذ اسماعيل قبل ما اروح لماتش الخاص بتاع الارجنتين لكن خلينا واحنا بنتكلم على هولندا هل كان ليهم طريقه لعب مختلفه النهارده قدام المنتخب الامريكي؟ يعني انا كنت شايف النهارده عندهم تنظيم دفاعي قوي جدا
لدرجه ان هم كانوا بيسيبوا المنتخب الامريكي ينقل الكوره، ما عندهمش ادنى مشكله ان يبقى في نسبه، كانت في نسبه استحواذ حتى كانت عاليه جدا المنتخب الامريكي، لكن بيخليهم عدم يبقى ما عندهمش القدره على اختراق دفاعات هولندا. ودي طريقه انا بشوفها ممكن على المنتخب الهولندي تعتبر يعني جديده عليهم. كابتن محمد عايز اقول حاجه، شفت الاثنين اللي بيلعبوا شطرنج؟ هولندا كانت بتخلي امريكا تلعب زي ما هي عايزه. يعني هولندا بتقول لامريكا خد الكره اهي العبي زي ما انت عايزه في خط دفاع. يعني احنا انا في تصوري في اول المباراه اعتقدت انهم بيلعبوا 5-3-2، تلاقي لما الامريكان يمسكوا الكره تلاقي الطريقه اتغيرت الى 4-4-2 او الى 4-3، يعني تلاقي المدرب الهولندي واقف على الخط لو بصيت له بيشكل بصوابعه طريقه لعب بشرط ان هو يقفل خط دفاعه، وكنت بلاقي 5 أو 6 من المدافعين، وبالتالي كانت بتشكل خطوره كبيره جدا على الهجوم الامريكي، وقدرت هولندا تحافظ على تقدمها حتى لما كانت خسرانه، لما كانت متقدمه 2-1 كان عندها النزعه الهجوميه، ومع ذلك النزعه الهجوميه لا تخليها تنسى دفاعها، ودفاعها كان قوي جدا وقدرت انها تكسب المباراه عن جداره واستحقاق. برضه يعني واحنا بنتكلم على المنتخب الهولندي، هل اختلف عن الدور الاول يا استاذ اسماعيل؟ اختلف. لان البعض كان بيقول لك يعني المنتخب الهولندي مش ده المنتخب الهولندي. الادوار الاقصائيه اكيد بالوضع مختلف. انا منهم. انا قلت منتخب، انا قلت منتخب هولندا في مباراه قطر ممكن يخسر او ممكن يتعادل. يعني لان الثلاث مباريات في الدور الاول كانوا بشكل، ولكن مباراه النهارده امام امريكا كانت بشكل خاص صحيح وبشكل ثاني. ولذلك بعد مباراه الارجنتين بدات الناس تتكلم، هل الارجنتين هتقدر تعمل في هولندا كما فعلت الشوط الاولاني مع استراليا؟ هو ده السؤال اللي احنا بندور عن اجابه. لكن انا بقول ان هولندا خصم عنيد وقوي، واذا فازت الارجنتين هتكون بصعوبه جدا وباشياء صغيره فرديه، لكن طيب. المباراه صعبه. بالنسبه للارجنتين النهارده ويعني مباراتهم امام استراليا وفكره النجم ميسي او نجم الفريق اللي هو عنده الحلول الفرديه، هل برضه حضرتك بتشوف ان المنتخب الارجنتين ما بيتحركش في الوقت الحالي الا لما ميسي هو اللي ياخد المبادره؟ وبالتالي هل منتخب الارجنتين، انا من وجهه نظري انا يمكن قلتها ما اعرفش تتفق معايا ولا لا، انه شبيه بالمنتخب الخاص لمنتخب الارجنتين في 86، ان مارادونا كان هو المحرك وهو النجم وهو اللي ممكن يكون هو المبادر دايما في تحرك الفريق واحراز الاهداف، هل برضه تتفق معايا يا استاذ اسماعيل ولا لا؟ عايز اقول لحضرتك حاجه والله، اذا انا كنت لسه اقول يعني قبل حضرتك ما ترسل هذه الجمله كنت عايز اقول لك منتخب ميسي. تمام. يعني انا عايز اقول منتخب، بص بتحصل جمل تكتيكيه ومربعات و و و والاخره، ولكن كلكم وعندما يستلم ميسي الكره هنا بتلاقي ال 45,000 متفرج في ملعب احمد بن علي يعني تشجيع غير عادي وغير، لان عارفين ان الكره لما بتيجي لميسي بيحصل نوع من المهاره الفرديه العاليه اللي قد تسفر عن شيء. ولذلك انا منتخب الارجنتين هو ميسي، ولو ميسي اتمسك انا بقول كانت تشكل خطوره على منتخب الارجنتين. ما تمسكش ده يا الله اسمعي. عامل زي الفور. هو النهارده ضرب رقم قياسي. النهارده ميسي اصبح 1000 مباراه سوى ال 1000 مباراه ده على تاريخ المنتخب ومبارياته مع برشلونه ومبارياته مع باريس سان جيرمان، اجمالي 1000 مباراه. كمان تخطى النهارده كريستيانو رونالدو، تخطى ايضا مارادونا واصبح ليه 9 اهداف. ميسي النهارده صنع التاريخ، لان كون ان هو بيصل المباراه 1000 ويصل للهدف 9 ويصل بفريقه الى ربع نهائي ويفوز النهارده وهو سبب الفوز، اعتقد اقول ميسي يصنع التاريخ طبعا. ميسي يتمنى ان يحقق الحلم الذاتي والحلم العام بانه يحمل
كأس العالم كي يطور جهوده، لأن ده بيعتبر آخر كأس عالم لميسي. صحيح. آخر حاجة يا أستاذ إسماعيل، وإحنا بنتكلم على ماتشات بكرة بقى، هل تتوقع مفاجآت في دور 16؟ حتى الآن مفيش مفاجآت، عندنا ماتشين النهاردة، الأرجنتين وأستراليا، أمريكا وهولندا، الفرقتين الكبار كسبوا. بكرة عندنا فرنسا وبولندا وإنجلترا والسنغال. والسنغال. بص عايز أقول لك كابتن محمد، الدور الأول فيه مفاجآت. لا نختلف. حصل فعلاً. لا نختلف، فيه مفاجآت كتيرة وفي أرقام قياسية كتيرة جدا وفي حاجات لآسيا كتيرة جدا. ولكن أنا عايز أقول أن الأدوار الإقصائية فيها ترتيب بعيد، المدرب أنا كمدرب بعيد ترتيب بيتي من جديد، مباريات الدور الأول شيء ومباريات الدور الـ16 شيء ومباريات دور الـ8 شيء. كل دور وكل مباراة لها على يعني الخطوة خطوة وبتمشي واحدة واحدة. مباراة السنغال وانجلترا، مباراة السنغال المدرب السنغالي ما حضرش المؤتمر الصحفي، أعتقد عنده حمى واحتمال بكرة ربنا يشفيه احتمال بكرة ما يحضرش مباراة انجلترا. ده بالنسبة لي السنغال. لكن أنا شايف إن انجلترا فايقة، شايف إن انجلترا على أرض صلبة. في المقابل السنغال لن يكون صيدا سهلا. السنغال عاوز يقول هعمل كما عملت الكاميرون. مش الكاميرون طلعت والناس زعلانة، لكن في الوقت نفسه في فرحة عارمة بأن أنا كسبت البرازيل. ده بالنسبة للسنغال. مباراة تبقى صعبة جدا، وأنا هشبهها مباراة استراليا ومباراة الأرجنتين. وأيضا هي هتكون في التوقيت الثاني أو في الوقت المباراة الثانية. فرنسا وهولندا، أنا شايف يعني وجهة نظري أنا المتواضعة، شايف فرنسا فايقة، شايف فرنسا أفضل. خسارتها الأخيرة من تونس خلت مدربها يعد درس جيدا. صحيح. في الوقت نفسه بنلاقي بولندا، يعني أنا صعود بولندا بحط تحتها 3-4 خطوط. طيب يعني صعود اتفضل. صعود هولندا، صعود بولندا، صعود بولندا يعني مش عايز اقول ضربه حظ ولا حاجه، لا هي صعدت خلاص. هي صعدت. ولكن المباراه الاخيره كان يعني كانت في اقاويل وكلمات يعني وحاجات كتيره جدا بالنسبه لفريق بولندا، لكن صعدت. هل بولندا هتقدر تقف امام حامل اللقب؟ هل بولندا هتقدر تأدي عرض او تقدم عرض افضل مما قدمته امام فرق الارجنتين او امام السعوديه؟ ولكن انا عايز اشوف حاجه، ان بولندا لم تكن هي بولندا اللي احنا شفناها قبل كده، وصعدت يعني على الدرجه البسيطه جدا اللي صعدتها الى دور ال 16. ولكن برضك هنقول حاجه تاني، ما هولندا كانت كده وبعد كده لعبت في دور ال 16 بصوره قويه. هل ممكن بولندا هل ممكن بولندا تصعد لما صعدت دور ال 16 وتقابل حمل اللقب يبقى حافز انها تلعب قدام فرنسا وتغير المجرى الامور وخطط المباريات ويبقى في نوع تاني من التكتيك من المدرب؟ ده اللي ممكن احنا نشوفه بكره. طيب خليني اسالك سؤال بقى خاص بالتنظيم يا استاذ اسماعيل، ما هو جديد في الادوار الاقصائيه بقى تنظيميا من خلال قطر ومن خلال اللي بيحصل الشيء الجميل؟ طبعا احنا شفنا اثاره ما بعدها اثاره في الجوله الاخيره لكل المجموعات، يعني كنا بنشوف بعد دقيقه فرقه فوق هتصعد وفي دقيقه تانية الفرقه دي خلاص بقت في المركز الاخير. شفنا حاجات فنيه جميله جدا من خلال المنتخبات، شفنا الكاميرون بتكسب البرازيل، شفنا تونس بتكسب فرنسا، شفنا حاجات حلوه. لكن الادوار دي بقى شكل مختلف، وزي ما احنا بنتكلم حضرتك بتتكلم كده ان الفرق الكبيره وضعها بيختلف، لكن تنظيميا بقى ما هو جديد، ما اللي بتقدمه قطر في الادوار دي تنظيميا كده وحاجه للجماهير؟ يعني بالامس قطر سمحت بدخول جميع الجماهير الذين لا يحملون تذاكر. يعني انت الاول كان بيبقى معاك بطاقه، يعني انت الاول كان بيبقى معاك بطاقه هيا، وبطاقه هيا دي من سبب تاشيره الدخول. صحيح. بس شرط يكون معاك تذكره مباراه. بالامس سمحت لدخول الجماهير بالذهاب او دخول قطر ببطاقه هيا دون الحصول على تذكره. تعال استمتع، تعال بس مش هتخش مباراه. لسه في بيان لسه صادر من حوالي ربع ساعه، اللجنه العليا المنظمه لبطوله كاس العالم طلعت بيان قالت ما حدش يروح الملعب الا اذا كان معاه تذكره. يعني ان في ناس كتيره جدا بدات تصل من امس واليوم والايام الجايه
عشان يخشوا يستمتعوا بالاجواء. الاجواء يا كابتن محمد مش عاوز اوصفها لك، يعني المترو بيقفل الساعه 3. الناس امبارح انا كنت هناك الساعه 3 في سوق واقف، الناس بتقول يا ريت يخلوا المترو لحد الساعه 5 6 الفجر. هناك فعاليات، هناك اكتر من 90 فعاليه، لدرجه ان كانت في فعاليه فنيه فيها جمهور لا يعني عايز اقول لك 60,000 مشجع واقفين على رجليهم. التنظيم عالي جدا جدا. الجديد كمان بقى يا كابتن محمد ان المنتخب المكسيكي مشي وغادر والفرقه سافر، هناك الاف من الجماهير المكسيكيه ما زالت متواجده في الدوحه. الاف الجماهير من السعوديه ما زالت متواجده. هناك جماهير فرقها خرجت ولكن جمهورها متواجد ومتواجد وعايشين الاجواء الجميله جدا. عندنا منطقه اسمها مشيره فيها المركز الاعلامي المحلي، مش عايز اقول لك 24 ساعه شغاله. جماهير بكل الافعال وبكل يعني ما تتوقعه من فنون ورأس وغنى وتقليعات و موجودة في الدوحة. الدوحة بتعيش أعياد وليس عيد. الدوحة في بهجة مخليانا صراحة إن إحنا بنتفرج على مونديال غير. أنا رحت كأس العالم برازيل روسيا، مش عايز أقول لك إحنا شايفين حاجات جديدة وصراحة بصراحة وبدون مجاملة وبدون نفاق، وأنا والله ما بجامل، ما فيش حد هيقدر ينظم كأس عالم بهذه الروعه والجمال التي نظمتها قطر. وفي حتى هتقول لي سنه 26 هتبقى المكسيك وكندا وامريكا، اقول لك ان تنظيم قطر هيحرج الثلاث دول. لا وفي الحقيقه كمان لو احنا بنتكلم على التواجد الخاص بالفرق اما تبقى في ثلاث دول غير خالص لما الجماهير تبقى متواجده في مكان واحد والتعارف بيبقى في مكان واحد. يعني هتلاقي منتخبات موجوده في امريكا، وتعرف طبعا المسافات الطويله ما بين امريكا وكندا جدا. والمكسيك برضو مسافات طويله، وبالتالي الهدف من البطولات زي كده هو التعارف والشعوب تتعارف وحاجات كتير جدا هتبقى صعبه جدا يعني. وبالتالي المتعه والحاجه الجميله اللي عملها قطر ان هي اولا في مكان يعتبر يعني بلد مش كبيره، وبالتالي انك تقدر تتواجد في كل السادات في وقت واحد ووقت صغير، ده شيء جميل جدا مع الاجواء اللي حضرتك طبعا بتحكي عليها. بطوله ناجحه 100% والناس واضح ان هي عايشه اجواء ممكن تكون مختلفه عن اي بطوله قبل كده. صدقني يعني مش عايز اقول لك يعني انا تعبان في الشغل، يعني لما بتعمل لك 24 صفحه كتير كتير جدا، 28 صفحه ملحق رياضي خالص، بتقعد من الساعه 3 العصر لحد الساعه 2 3. لكن انا مش بقول لك، انا بقول لك على حاجه ان انا بزعل ولما مستمتع. يوم بيعدي انت مستمتع بالشغل في الاجواء دي. صحيح. لكن كمان حاجه يا كابتن محمد، انت لما بتحضر مباراه في منطقه السمامه وعايز تروح منطقه الجنوب 10 دقائق. صحيح صحيح. 10 دقائق يعني في اربع او خمس او اربع ملاعب جنب بعض، فده بتسهل للجمهور. والجمهور النهارده بتخش المطعم تلاقي ارجنتيني مكسيكي بولندي انجليزي قطري. وفي نوع وفي احترام، وفي يعني انا صراحه بقول لك هنبكي بعد انتهاء كاس عالم 2022 لانتهاء المتعه وانتهاء الجمال، لان قطر ابدعت وخدمت وصرفت على كاس العالم 2022 كي يستمتع الجمهور بهذا الحدث العالمي الفريد. استاذ اسماعيل انا بشكر حضرتك، ومع حضرتك طبعا متواجدين لسه البطوله عندنا يعني مباريات قويه وصعبه ومثيره جدا في الادوار القادمه او في الدور اللي احنا فيه حتى الان. طبعا لسه عندنا بكره ان شاء الله فرنسا وبولندا هيكون الساعه 5، انجلترا والسنغال هتكون الساعه 6، ثم يوم الاثنين ان شاء الله عندنا اليابان وكرواتيا، البرازيل وكوريا الجنوبيه، ثم يوم الثلاث وده اخر يوم في الدور ال 16 المغرب واسبانيا والبرتغال وسويسرا. دي مباريات المتبقية في دور 16 كان بدايتها النهاردة، وبكرة يعني تاني يوم فرنسا وبولندا أمام حضراتكم تكون الساعة 5، انجلترا والسنغال الساعة 9، ويوم الاثنين هتكون اليابان وكرواتيا، البرازيل وكوريا الجنوبية، والمغرب وإسبانيا يوم الثلاث، البرتغال وسويسرا برضو هيكون يوم الثلاث. مباريات حلوة ومباريات جميلة بقى زي ما قلت لكم، المنتخبات الكبيرة شكلها مختلف، ولكن اتوقع يعني مفاجآت. اتمنى
المنتخبات العربية أو المنتخب العربي الوحيد المغرب عنده فرصة كبيرة جدا. شفنا إسبانيا في آخر ماتش كانت عاملة إزاي في الماتش الأخير بالنسبة لها، شفنا السنغال في برضو في الماتشات بتاعتها وصولها للدور الستاشر كان عامل إزاي. أنا أتوقع السنغال تحقق مفاجأة قدام المنتخب الانجليزي. المنتخب السنغالي انا بشوف ان هو يعني متساوي في وانا قلت انه كله متساوي، لكن ما فيش فروق خالص ما بين المنتخب الانجليزي والمنتخب السنغالي لو ركزوا بالشكل اللي هم بيلعبوا فيه، ودون ان يبقى عندهم فكره ان انا بحرز هدف وابتدي اتراخى شويه واضمن المكسب. لا، لو فكره ان انت تفضل طول الماتش مركز 90 دقيقه وبالقوه البدنيه بالفكر باللعيبه المهاريه اللي عند المنتخب السنغالي يقدروا بكره ان هم يعملوا نتيجه ويروحوا بمنتخب السنغال لمنطقة تانية، وممثل أفريقيا طبعا هو والمنتخب المغربي. ده بالنسبة لمباراة الغد، فرنسا طبعا وبولندا برضو أنا ما أقدرش زي ما بقول لكم حاجات الأمور متساوية مش بعيد خالص. في نجوم كبيرة، وزي ما احنا شفنا منتخب تونس قدر يكسب فرنسا. أعتقد ديشام من خلال الأخبار اللي جاينا أنه هو حذر جدا ومتخوف جدا، ومباراة تونس اديت له جرس إنذار لما بعد ذلك، حتى اي منتخب هتقابله لازم يكون مركز ولازم يكون بيلعب بقوة الضربة بتاعته، ما يلعبش مثلا بمجموعة اللاعبين اللي ممكن يكونوا ما بيعتمدش عليهم. لكن هو كان عنده فكر مختلف في مباراة تونس الصراحة، ان هو بيريح لعيبته بيريح اللعيبة اللي هيلعب بيهم دور 16، لكن منتخب تونس احرجه بشكل كبير واحرج المنتخب الفرنسي. هتكلم على تفاصيل كتيرة وخاصة باخبار كاس العالم، وعندنا مباريات الدوري اللي رجعت تاني ومفاجأة في الدوري، تعادل الزمالك مع المصري ثم فوز الأهلي 2-1 على طلاع الجيش. دي برضو مباريات لازم نتكلم فيها ونشوف ايه اللي بيحصل في الدوري الممتاز، حتى لو كاس العالم واخدنا لكن عندنا مباريات مهمة هتحدد حاجات كتير جدا في بطولة الدوري، ابتدت تشتغل مرة تانية في بطولة الدوري الممتاز. هطلع لفاصل وارجع بعد الفاصل معاكم، عندنا اخبار خاصة بالبريم وهكون معاكم.
البدايات الحلوة بتدي طاقة وأمل، ومع كل ده بيتخلق صباح جديد، وكل ما صباحك كان حلو كل ما كان يومك أحلى. واللي بتحبه هتقوله صباح الورد، وهنا احنا كمان بنقولك صباح الورد. معانا هتتعرف على الخبر واللي ورا الخبر. حجز المنتخب الهولندي أول بطاقات ربع نهائي كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، بعد تغلبه على نظيره الأمريكي بثلاث أهداف مقابل هدف في افتتاح مباريات دور الـ16 للمونديال. افتتح نجم برشلونة الإسباني ممفيس ديبي التسجيل للطواحين الهولندية في الدقيقة 10، وأضاف الظهير الأيسر ديلي بليند الهدف الثاني في الدقيقة 45، ثم قلص حاجي رايت الفارق وسجل هدف للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 76، قبل ما يختتم نجم إنتر ميلان دينزل دومفريس الثلاثية الهولندية في الدقيقة 81، ليخطف الهولنديين أول بطاقة من بطاقات ربع نهائي المونديال. واعتمد المدرب لويس فان جال المدير الفني للمنتخب الهولندي على طريقته المفضلة منذ بداية البطولة 3-4-3، وبيسعى لويس فان جال لتكرار إنجاز مونديال البرازيل 2014 لما كان مدير فني للمنتخب الهولندي في البطولة وقاد الطواحين للمربع الذهبي، قبل ما يودع البطولة على يد التانجو الأرجنتيني بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وافتتح المنتخب الهولندي مشواره في المونديال الحالي بثنائية أمام السنغال، ثم تعادل مع نظيره الإكوادوري بهدف لكل فريق، قبل ما يفوز على قطر المستضيف بثنائية كوادي جاكبو وفرينكي دي يونغ. وإجمالاً فشارك المنتخب الهولندي في كأس العالم 11 مرة من قبل، وأفضل نتائجه كانت المركز الثاني في مونديال 1974، وخسر اللقب لصالح ألمانيا الغربية بثنائية بول براتنر وجيرد مولر، وكذلك بطولة 1978، وخسر اللقب لصالح الأرجنتين بثلاثية كيمبس وبريتوني، ثم مونديال جنوب أفريقيا 2010، وخسر اللقب لصالح المنتخب الإسباني بهدف أندريس إنيستا. طيب، الناس بتتساءل بكرة ماتشات الأصعب، أو ماتش يعني ماتش إيه الأصعب؟ هل المباراة فرنسا ولا بولندا ولا إنجلترا والسنغال؟ أنا وجهة نظري أنا شخصية إنجلترا والسنغال هيبقى ماتش الأصعب طبعا في هذا اليوم. إنجلترا والسنغال مستويات متقاربة بشكل كبير، يمكن فرنسا من خلال نجومها هتكون الأمور بالنسبة لها فارق ليها عن بولندا، ويمكن طبعا المباريات اللي احنا شفناها في الفترة اللي فاتت في البطولة بتخليك تقول ما تضمنش وما تأمنش حاجات كتير في كرة القدم حصلت في بطولة كأس عالم قطر 2022، وبالتالي هنشوف بكرة. لكن من وجهة نظري أنا شخصية مباراة إنجلترا والسنغال هتكون الأصعب والأكثر إثارة في هذا اللقاء، عشان كده لازم نطمن على المنتخب السنغالي من خلال الأستاذ أبو بكر نضايا الناقد الرياضي والصحفي من السنغال هيكون معنا، ويعني نطمن على ما يحدث في السنغال والدعم الكبير من شعب السنغال لمنتخب بلاده في هذه البطولة. أبو بكر تحياتي لحضرتك، كيف الأحوال أستاذ أبو بكر؟ أيوة. زيك، كيف احوالك؟ الحمد لله تمام، كويس. واخبارك؟ كله تمام الحمد لله. يعني خلينا من خلال تواجد حضرتك معنا، يعني رايك فيما حدث مع المنتخب السنغالي والوصول الى الدور الـ16 وتوقعك لمباراه الغد ان شاء الله امام المنتخب الانجليزي. ان شاء الله ان شاء الله. تسمعني حبيبي؟ تسمعني يا ابو بكر؟ ايوه سامعك. يعني تتوقع لمباراة الغد للمنتخب السنغالي السير المباراة من وجهة نظرك يعني؟ اوكي. وطبعا جمهور السنغال كلهم تمام دلوقتي، ولو خرجت في الشوارع ستجد ان الناس يعني موثوقين بالفريق وعندهم ثقة تامة. وطبعا كأس العالم في هذه النسخة كأس يعني غير سابقة خالص،
برازيل خسر امام مين؟ امام الكاميرون. والارجنتين خسر امام مين؟ امام السعوديه. كل هذه الحاجات تدينا ثقه اكثر ان كل شيء ممكن. ونحن في القرن 21 كره القدم حاليا ما فيش فريق صغير ولا كبير، كل الفرق سواسيه، والامور غالبا ستحسم في الحاجات الصغيره. صحيح. اذا فالشعب السنغال عنده ثقه زياده حتى اننا هنفوز، يعني مش واحد سنغالي يتكلم، لا، ولكن فريق السنغالي فريق عنده مستوى، واللاعبين السنغاليين بيلعبوا في البريمير ليج ويعرفون الدوريات الخمسة الكبرى. عندنا لاعبين في مثلا في الدوري الألماني، لاعبين في الدوري الفرنسي، واللاعبين في الدوري الإنجليزي، وطبعا هم يعرفون الإنجليزيين كويس جدا جدا. وإن شاء الله سنحاول نستغل الفرص وهنكسب الماتش بإذن الله إن شاء الله. عايزين نطمن من خلال تواجدك معانا على المدير الفني آلي سوسيه، يعني في أخبار إن هو مريض وبالتالي لن يعني مش ممكن ما يكونش قادر على قيادة المنتخب غدا. أيوه بس غالبا مريض، بس يعني 60% ربما هيكون متواجد على الدكة 60%. ولكن حتى لو مش موجود يعني مش هيفرق كثير، لأن التواصل موجود وعنده مجموعة متناسقة بيتعاملوا مع بعض يعني حوالي 7 سنين، عارفين بعض يعني عارفين بعض كويس قوي، يعني مش هيفرق كثير. وندعو الله له الشفاء العاجل باذن الله ان شاء الله. هل غياب النجم الكبير ساديو ماني شايف ان هو بيأثر بشيء ما على المنتخب السنغالي، ولا الشكل زي ما هو بالنسبه للمنتخب السنغالي؟ هو اكيد هيكون في تغييرات شويه، وبوجود اللاعب رقم 20 اللي ما جاي هذا ربما سيغير المعطيات. ويا ريت حضرتك تشوف الشعب السنغالي واحتكينا في فريقهم ازاي، والشوارع عامله ازاي، والتجمعات، يا ريت يعني تشوفه بنفسك عشان احنا نتمنى لو تقدر تبعت لنا فيديوهات خاصه بالشعب السنغالي، يعني هنذاعها هنا ما عندناش ادنى مشكله. بكره يا ريت يا ريت ان شاء الله يبقى يوم نصر للمنتخب السنغالي كممثل للقاره الافريقيه مع المنتخب المغربي طبعا. على طول باذن الله، على طول هتجد الاجواء اكثر من رائع. وهذا الاحساس ده لازم تحسه عشان تفهم وتعرف ان الرجل مش بيتكلم كلام وخلاص. صحيح. لا، ثقه. واحنا عارفين انت عارف الاسد يعني، ونحن اسود طبعا، اسود المنتخب السنغالي. الاسد ما بيتراجعش. صحيح. وثاني حاجه احنا بنلعب عشان ساجو، عشان ساجو برضو دي برضو حاجة تانية. زي ما انت عارف ان الفوز الفات امام اكوادر ده مخصص من لاعب كبير معروف عالميا اسمه بابو بجوب، توفي منذ سنتين. واول لاعب سجل هدف في كاس عالم نسخة 2002 امام فرنسا، عشان احنا شعب يحب التشالنج، شعب يحب يعني شعب عايز ان ده مش ممكن. تمام. وحتى في مثل فرنسي بيقول ان المستحيل ليس سنغالي، المستحيل ليس سنغالي. لو مثلا احنا نلعب امام غينة ممكن نخسر، عشان غينة فريق متواضع يعني، مع احترامي للغينيين يعني، بس احنا عايزين تشالنج. مثلا لعبنا امام البرازيل وعملنا تعادل، وكل العالم يعني تفاجئوا ازاي حصل ازاي كده. احنا عايزين كده، شعب عايز تشالنج. طيب من وجهه نظرك المنتخب الانجليزي يعني برضو شايف نقاط القوه الخاصه بيه يعني بتكون متواجده فين في اي الخطوط؟ طبعا فريق محترم، وعنده لعيبه ساكا، ستيرلينج،
هاري كين ناس محترمين جدا. بس في فرق بين اللعيبة وفي فرق بين الفريق كتامل. يعني الفريق كمجموعة أيوة يعني أفراد ومجموعات هم فرديا كويس جامد، بس كمجموعة يعني فريق قبائل فرق. وبرضو ساوث جيت مدرب الإنجليزي رجل محترم، بس مش على قد الفريق يعني على قد الفريق، ده وجهة نظري أنا شخصيا مش على قد الفريق. وكل مرة إنجليز بيطلع ويخسر في حاجات يعني بسيطة وسهلة، وده يدل على ضعف مستوى المدرب. أبو بكر أنا بشكرك، أنا أبو بكر نضايا صحفي السنغالي، وطبعا الشعب السنغالي يعني عنده تحفز وعنده أمل كبير جدا في المنتخب بتاعه في أنه يوصل للدور القادم، عندهم ثقة في لعبتهم. نيجي نبص فعلا المنتخب السنغالي من خلال النجوم المتواجدين في الدورات الأوروبية يخلي شعبهم، من خلال أدائهم كمان بطل أفريقيا، وصل كاس عالم، وصل لدور 16 في الوقت الحالي، عندهم ثقة كبيرة في منتخبهم. حقيقة يعني أنا واحد من الناس أتمنى المنتخب السنغالي يفوز بكرة، منتخب كبير، منتخب بيمثل القارة الأفريقية، وجوده في الأدوار القادمة وأنه يكمل ده برضو حاجة بتدي شكل مختلف لكرة القدم الأفريقية. نتمنى كمان المنتخب المغربي كممثل العرب كممثل الأفريقي برضو يكمل في المشوار ده. زي ما أنتوا شايفين كده آسيا عندها 3 فرق متواجدة في دور 16، ودي حاجة جميلة. أفريقيا عندها 2، إحنا عايزين الأعداد تزيد في التواجد بالنسبة لكأس العالم، وفي نفس الوقت الأعداد المنتخبات تزيد لأفريقيا في أنها تكمل لأبعد مدى في البطولة. قبل كده شفنا الكاميرون، قبل كده شفنا غانا، لولا طبعا مباراة الإكوادور الشهيرة في 2010 كانت ممكن توصل للدور قبل النهائي وتحصل على مركز ثالث أو رابع، وشفناها طبعا من خلال اللقاء أمس ويعني خسارتها وخروجها في من او عدم وصولها للدور 16. كنا نتمنى تكمل، لكن هي دي كرة القدم. لكن الفرق الافريقية فرق كبيرة تقدر من خلال نجومها ومن خلال فرقها انها تعمل نتائج وتوصل لابعد مدى في بطولات كأس العالم. خلينا بس اقول لكم بعض الاخبار الخاصة بكأس العالم النهاردة. في مباراة هولندا وامريكا، دومفريس اللاعب او ظهير ايمن المنتخب الهولندي بيفوز بجائزة افضل لاعب في هذا اللقاء، احرز الهدف الثالث في الدقيقة 82، كان لاعب صراحة كان النجم هذا اللقاء من وجهة نظري الشخصية. المنتخب الهولندي النهاردة كان ليه طابع وشكل مختلف عن المباريات السابقة. النجم الكبير ونجم البرازيل نيمار بيتعافى من الإصابة وبينزل ويكون متواجد في التدريبات عشان يبقى متواجد في مباراة كوريا. هل هيشارك من البداية؟ ده برضو هنشوفه في اللقاء القادم بالنسبة لنيمار. بخصوص مباراة هولندا وأمريكا، المدير الفني بيرهالتر بيتكلم عن اللقاء وأنه هو فخور بلعبته والشكل اللي ظهره بيه في اللقاء، وكان بيشوف أنه هو لم يحالفه الحظ، يعني الحظ ما كانش فيه صالح فريقه وبالتالي خرج مع من البطولة، ولكنه كان فخور بلعبته في هذا اللقاء. عن مباراة بكرة ومباراة السنغال وإنجلترا، جاريث ساوث جيت بيتكلم عن المنتخب السنغالي أنه هو منتخب أفريقي رائع، عنده مجموعة من اللاعبين الرائعين في المنتخب، وبالتالي يعني هيقابل صعوبة أكيد في الفريق وأن هي مباراة صعبة. وأتكلم عن أليو سيسي طبعا مدير فني للمنتخب السنغالي أنه هو مدير فني رائع أيضا، مدرب ممتاز، ده من وجهة نظر ساوث جيت في المؤتمر الصحفي ما قبل اللقاء. ماتش البرازيل القادم أمام كوريا الجنوبية مش هتلاقوا خيسوس ولا هتلاقوا تيليس، 2 لعيبة من أليكس تيليس طبعا وجابرييل خيسوس اللاعب البرازيل مش هيبقوا متواجدين في اللقاء القادم، الاثنين مصابين وبالتالي الاثنين خضعوا لأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد الإصابة بشكل ما. برضو مباراة فرنسا وبولندا، ديشامب واحنا كنا بنتكلم على المفاجآت في الماتش، طبعا تونس لما كسبت فرنسا ادت جرس برضو لبطل العالم ان الامور مش بالسهل، حتى لو انت عندك فكرة انك يعني تدي راحة لعبتك، لكن برضو انت منتخب فرنسي او المنتخب الفرنسي بيعبر عن الماتشات اللي جاية في الادوار الاولى. هو الراجل حب يريح، ولكن
قدام المنتخب التونسي. المنتخب التونسي يعني اداله درس في كرة القدم الحقيقة ودرس في النتائج، وبالتالي يعني الرجل بيحذر من الماتش القادم، وان السيناريو الخاص بمباراة تونس مش هيتكرر في المباراة القادمة امام بولندا. النجم الكبير ونجم البرازيل واسطورة كرة القدم بيليه، يعني الف سلام عليه. طبعا الرجل اصيب بالسرطان من سنة تقريبا وبيتعالج، والتقارير الطبية بتقول انه ما بيستجيبش للعلاج الكيميائي. يعني طبعا نجم من نجوم كرة القدم اللي يمكن في حتة لوحده، يعني في حتة لوحده، ثم بقى مارادونا في حتة لوحده وميسي في حتة ثالثة. يعني نتمنى له الشفاء، واحد من نجوم كرة القدم العالمين اللي متعوا العالم بمهاراتهم في كرة القدم. طبعا بيليه أحرز بطولة كأس العالم دي 3 مرات، طبعا تاريخ كبير في كرة القدم. بخصوص بقى الدوري المصري واللي احنا لازم برضو نتكلم عليه، الاسبوع لما رجع، الاسبوع الخامس لما رجع كده والفرق لعبت، عندنا 2 مدربين مشوا. عندنا مدرب المحلة باولو فاسيلوس، وبالتالي طبعا يعني الراجل بابا فاسيليو، انا اسف، بيغادر غزل المحلة بالاضطرادي. الراجل قال لك انا هدفع الشرط الجزائي وهمشي. عنده عرض في التشيك ب5 أضعاف المبلغ اللي بياخده في المحلة، ولكن برضو في تفاصيل كتير جدا. راجل فضل عايز حاجات معينة من غاز المحلة، وغاز المحلة يوافق عليها، زي مثلا عقده أو الراتب بتاعه بدل ما ياخده بالمصري ياخده بالدولار، عربيته تتغير، يعيش في القاهرة، حاجات كده هو فضل الراجل يقولها والإدارة تستجيب. في الآخر بقى لك لا، أنا عندي عرض أو عقد جايلي من التشيك ب5 أضعاف المبلغ اللي بياخده مع غزل المحلة، وبالتالي طبعا ما دام هيدفع الشرط الجزائي خلاص إدارة غزل المحلة شافت إن الراجل عمال يطلب طلبات والخزينة بتاعتها بتتحمل مبالغ مالية ممكن هي مش قادرة تتحملها، وبالتالي وافقت على رحيله ودفع الشرط الجزائي للمدير الفني لنادي غزل المحلة. بخصوص النادي الأهلي برضو، وإحنا بنتكلم على الماتشين اللي فاتوا، ماتشين فاتوا للزمالك والاهلي، هتكلم عليهم لان ماتشين مهمين جدا في الدوري بيحددوا حاجات كتير. الزمالك بيتعادل مع المصري 2-2 وبيرحل كابتن ايهاب جلال نتيجه طبعا امور ممكن تكون اداريه، كان حصل تحقيق واداره المصري قالت ان في تحقيق، كابتن ايهاب جلال ما حضروش، وبالتالي يمكن في تلكيك شويه. انا من وجهه نظري ان في تلكيك للكابتن ايهاب جلال، بالرغم ان هو خسر ماتش وتعادل ماتش مع الزمالك، خسر في كاس مصر وتعادل في الدوري، لكن واضح ان كانت اداره المصري يعني مش محبزه ان كابتن ايهاب جلال يكمل، وبالتالي بقى فكره التحقيق ده كان ممكن نوع من انواع التطفيش للكابتن ايهاب جلال من النادي المصري. ما كانش في اجماع ممكن من الجماهير الخاصه ببورسعيد، بنادي المصري البورسعيدي، ان كابتن ايهاب جلال يبقى متواجد ويكمل في وجوده في النادي المصري. لكن ده جزء مهم جدا في الدوري المصري، ان 2 مدربين، بابا فاسيليو بيمشي من المحله بالرغم من النتائج والعروض والمركز اللي فيه غزل المحله، احنا بنتكلم غزل المحله في المركز الثاني عنده 10 نقاط بعد الاهلي النهارده، بيمشي. ايهاب جلال برضو يعني بيمشي بالرغم ان هو حقق نتيجه كويسه يعتبر امام نادي الزمالك، وبيعود في المباراه بعد ان كان يعني متاخر 2-2، وبيحرج نادي الزمالك وبيضعه في موقف ممكن يكون في الدوري برضو مش جيد. بالتالي 2 مدربين هم بيمشوا. الجانب الاخر نادي الزمالك والاهلي، الزمالك بيتعادل وموقفه في الوقت الحالي في المركز الخامس، بطل الدوري في المركز الخامس نتيجه التعادلين المتتاليتين لنادي الزمالك في ماتشين صعبين بالنسبه له. نادي الاهلي كان خسران في ماتش امام طلاع الجيش، بيعود بشخصيه الاهلي، بيعود بالتركيز والتنظيم الخاص بالنادي الاهلي. وهنا انا يمكن كنت قلت جمله قبل ما الدوري يتوقف، ان شكل النادي الاهلي ومختلف عن السنه فاتت تنظيميا، واللاعبين عندهم اصرار اكتر وعندهم اهداف ممكن خلاص بقت واضحه بالنسبه لهم، ان هو عدم خساره اي بطوله، وده حصل في بطوله السوبر وبيحصل دلوقتي في الدوري الممتاز، ان هم عندهم الهدف الاكبر دلوقتي هو بطوله الدوري، ان هم ما يخسروش مره ثالثه بطوله الدوري. وبالتالي واضح جدا عمليه التنظيم المختلفه، عمليه الاصرار المختلفه عند لعيبه الاهلي عن لعيبه نادي الزمالك من وجهه نظري حتى الان. يعني اللي يبص على
ماتش المصري والزمالك ويبص على ماتش الاهلي وطلائع الجيش هتلاقي في فوارق موجوده عند الاثنين لعيبه، عند حتى المديرين الفنيين يعني واضحه جدا، ودي هي اللي هتعمل الفارق. لسه طبعا الدوري طويل، انا بقول لك في المرحله اللي احنا فيها وعدد، وانك بتلم النقاط في التوقيت ده وعدد المباريات اللي بتخسر فيها نقاط، ده واضح جدا ان نادي الزمالك الموضوع عند اللعيبه شايفه عادي حتى في الملعب عادي، لكن عند النادي الاهلي ولعبته مختلفه دلوقتي، ممكن السنه اللي فاتت كانت موجوده، لكن في الوقت الحالي اللعيبه يجي فيها هدف لا مش عادي، بيبتدوا يرجعوا تاني للمباراه بيكسبوا في المباراه. كان في جدل في ضربه الجزاء في التحكيم امبارح بالنسبه لمباراه الاهلي وطلائع الجيش، لكن النادي الاهلي بيفوز باصراره لان برضه ضيع كتير في اللقاء. هنا ده الفرق حتى الان ما بين الاهلي والزمالك، ودائما المنافسه بتبقى متواجده ما بين الاهلي والزمالك في بطوله الدوري. دوري طويل زي ما انتم شايفين، غزل المحله في الوقت الحالي في المركز الثاني، فيوتشر في المركز الثالث، الاتحاد في المركز الرابع، ثم الزمالك في المركز الخامس، وبيراميدز في المركز السادس، ثم بقى طبعا بتيجي فرق متتاليه حتى المركز الاخير اللي موجود في الداخليه في المركز ال 18. ده بالنسبه للنادي الاهلي، ده ترتيب الدوري حتى الان بعد الاسبوع الخامس، او في طبعا في بعض الفرق لعبت اربع مباريات لكن في فرق اخرى لعبت خمس مباريات. طيب يعني ده بالنسبه للامور الخاصه بالفرق. عندنا بعض الاخبار ان في النادي الاهلي في يعني امور خاصه بالتجديد لرباعي، طبعا رباعي معين متواجدين دلوقتي في النادي الاهلي عندهم تجديد وتمديد بالنسبه لعقودهم، رامي ربيعه وياسر ابراهيم وحسين الشحات وايمن اشرف. ده هيكون في وقت في الفتره القادمه هيكون في جلسه مع الاداره عشان يتم التجديد، وبناء طبعا على الشكل الفني اللي كولر هيقوله انا محتاج ده محتاج ده يتجدد سنه سنتين، اللي برضو هيكون في تنسيق مع المدير الفني كولر. ايضا ايمن اشرف بيعود من الاصابه وبيبتدي يخش واحده واحده مع الفريق، الف سلام عليه الحمد لله على سلامته، كان في تنظيف للركبه، وبالتالي ايمن اشرف بيعود مره اخرى لتدريبات الفريق. النادي الاهلي عامل ميزانيه للصفقات اللي هتبقى موجوده في الشتاء بناء على طلبات المدير الفني كولر، منها واحد في خط الدفاع، واحد في وسط الملعب، جناح ايضا جناح شمال بالنسبه للنادي الاهلي، وفيرويد يكون من الفراوده يعني الاقوياء اللي يمكن النادي الاهلي محتاجهم في الفتره اللي جايه. دي الميزانيات اللي ممكن النادي الاهلي حاططها خاصه بالاربع مراكز اللي احنا قلنا عليها. بالنسبه لنادي الزمالك في مباراته الجايه امام طلائع الجيش في الدوري الممتاز، هيكون رجع بقى محمد عبد الغني وفتوح، هيقدر يستغلهم فيريرا في الماتش اللي جاي، ده اللي احنا هنشوفه. طبعا محمد عبد الغني لاعب اساسي خلاص في خط الدفاع، فتوح واحد من مفاتيح اللعب بالنسبه لنادي الزمالك، وبالتالي وجودهم في المباراه القادمه هيكون قوه ضربه بالنسبه لنادي الزمالك. الماتش اللي فات شفنا محمد صبحي من البدايه امام طلائع الجيش، هنشوف عوده عواد مره اخرى، محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، هل هيكون بقى فكره الروتيشن هتبقى متواجده في الفتره القادمه بالنسبه لحراس المرمى، لكن هنشوف ممكن يكون تفكير فريرا في الفتره القادمه تكون عامله ازاي. دونجا لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا اللي يمكن حتى الان ما لعبش اي مباراه نتيجه اصابته في نهايه الموسم وبدايه الموسم، طبعا هو عمل عمليه الراجل وبيبتدي يرجع واحده واحده، ممكن يكون اول ظهور ليه في مباراه طلائع الجيش بعد وجوده بقى في التدريبات الجماعيه لفريق نادي الزمالك. بعد اقاله كابتن ايهاب جلال توجيه الشكر ليه، كابتن طارق سليمان بيقود ميران المصري خلاص. كابتن طارق سليمان احد ابناء النادي المصري البورسعيدي وابناء بورسعيد، هو اللي هيكون المدير الفني للفريق مع كابتن مجدي الشناوي، كابتن محمود عبد الحكيم، وكابتن محمد عبد المنصف في حراسه المرمى، وده يعني هيكون مؤقت، يعني كابتن طارق سليمان هيكون مؤقت حتى تعيين مدير فني جديد هيكون من اختيار الاداره، هل هيكون اجنبي هل هيكون مصري هل هيكمل كابتن طارق سليمان، هنشوف الفتره الجايه للنادي المصري هيكون عامله ازاي. هطلع لفاصل ان شاء الله، بعد فاصل كابتن محمود ابو الدهب كابتن احمد غانم سلطان هيكونوا معانا وكلامنا عن كاس العالم مباريات النهارده، ثم طبعا كلامنا على الدوري والمباريات القادمه، يعني برضو ما ننساش الدوري الممتاز ابتدى يشتغل معانا، في مفاجآت في الدوري الممتاز واثنين مدربين بيرحلوا في الاسبوع الخامس في الدوري الممتاز. Feel the magic in the air.
قصد الستار على منافسات دور المجموعات بكأس العالم المقامة حالياً في قطر بتأهل 16 منتخب للدور ثمن النهائي، وهم هولندا والسنغال وإنجلترا وأمريكا والأرجنتين وبولندا وفرنسا وأستراليا واليابان وإسبانيا والمغرب وكرواتيا والبرتغال وكوريا الجنوبية والبرازيل وسويسرا. وشهدت منافسات دور المجموعات نجاة 3 منتخبات من فخ الهزيمة، وهي هولندا والمغرب وإنجلترا، فحصد كل منهم 7 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، وهو أكبر عدد لأي منتخب خلال دور المجموعات. وبيتصدر منتخبي إنجلترا وأسبانيا قائمة الأقوى هجوماً في المونديال حتى الآن بعد ما سجل كل منهم 9 أهداف، بينما بتتصدر منتخبات هولندا وأمريكا والبرازيل وتونس والمغرب قائمة الأقوى دفاعياً، فاستقبل كل منتخب هدف واحد. وشهدت دور المجموعات إخفاق 4 منتخبات في تحقيق أي انتصار، وهي قطر وويلز والدنمارك وصربيا. وحقق منتخب قطر رقم سلبي تاريخياً، فأصبح أول مستضيف في تاريخ كأس العالم يودع البطولة من دور المجموعات وبعد 3 هزائم متتالية. وبيتصدر منتخب السعودية قائمة الأكثر حصولاً على بطاقات صفراء، فحصل لاعبوه على 14 إنذار في مرحلة المجموعات، بينما بيتصدر منتخب إنجلترا قائمة اللعب النظيف، فلم يحصل على أي بطاقة ملونة حتى الآن. وأبرز مفاجآت دور المجموعات خروج منتخب ألمانيا بطل كأس العالم 4 مرات، وكذلك منتخب بلجيكا المصنف تاني عالمياً. وبتضم قائمة هدافي مونديال قطر 4 لاعبين، وهم الإنجليزي ماركوس راشفورد والإسباني ألفاراو موراتا والهولندي كودي جاكبو والفرنسي كليان مبابي والإكوادوري إنيير فالنسيا برصيد 3 أهداف لكل منهم. رجعنا لكم مرة تانية ومباريات كأس العالم ومتعة كرة القدم، وزي ما نقول يعني الأفراح والليالي الملاح، أفراح طبعا لكل الفرق اللي بتكمل في مشوار هذه البطولة، في نفس الوقت ليالي حلوة بالنسبة لنا في كرة القدم ومتعة مشاهدة كرة القدم. كابتننا الكبار كابتن محمود أبو الدهب كابتن أحمد غانم سلطان معانا النهاردة، وهنتكلم عن هذه التفاصيل ومباراة اليوم، طبعا مباراة هولندا وأمريكا وأيضا الأرجنتين وأستراليا وفوز وتأهل كل من هولندا والأرجنتين على حساب أمريكا وأستراليا. وزي ما قلنا دور 16 مختلف تماما عن دور المجموعات، الفرق الكبيرة هنا بتبان إمكانياتها، الشغل الفني الخططي، القدرات بقى والاختلاف الفني ما بين الفرق وفرق وأخرى هنا بتبان في دور 16 والأدوار الإقصائية. كابتن مصر كابتن محمود أبو الدهب ومحللنا الدائم في البريمو كابتن محمود، تحياتي ليك. تحياتي ليك يا فاروق، وبركة الحمد لله كل نور الألف والألف. كابتن أحمد نورنا حبيبي، الله يخليك، مبسوط إن أنا معاك ومع كابتن محمود، يعني واحد من الناس المحترمة الواحد بيحب يتفرج عليها ويسمعها، وكابتن رضا طبعا. طيب كابتن أبو الدهب اسمح لي أبتدي بضيفنا النهاردة، أولا عايز أطمن عليك، أخبار الدنيا أنت، أخبار التدريب إيه، يعني عشان بس نتفق، أنا دايما بحب الأجيال بتاعتنا تخش بقى في مجال التدريب وان شاء الله يبقى ليهم دور في التدريب في مصر، احنا محتاجين الكوادر يعني. والله الحمد لله انا موجود دلوقتي في منظومه محترمه، يعني منظومه نادي زد. انا ماسك يعني المنظومه الاداريه هناك، مدير اداري بتاع القطاع الناشئين والفريق الاول، ويعني منظومه محترمه وناس كلها اللي شغاله فيها ناس ماشيه في سيستم وعايزين يعملوا حاجه للكوره في مصر، ويعني ماشيين بسيستم محترم، وان شاء الله يعني هتلاقي لعيبه قريب جدا، يعني عندنا اوريدي لعيبه محترفه انت عندكم صديقي هيثم عبد العظيم عنده ابنه محمد محمد ده كادر كويس برضه في كره القدم بقى، يعني راح نادي فيتوريا جامريش في البرتغال. وده النادي من يعني من التوب 5 اللي موجودين في البرتغال، وفيرود بس راح في الناشئين، راح في السنه بتاع 2000 وكام، راح في الناشئين وبيتمرن دلوقتي مع السكند تيم. يعني هو راح 2000 وهو 2007 فبيتمرن دلوقتي مع 2007 ولسه من يومين كان في السكند تيم طلعوه، يعني وحاجه يعني حاجه كويسه جدا في السكند تيم. يعني برضو نفس تجربه برضو ابن كابتن نادر، بس انت تروح وتثقل اللعيب ده، احنا بنتكلم بقى فيرود، احنا عندنا مشكله في الفراوده، فاحنا هم لعيب كابتن ابو الدهب بيعترف من هو صغير،
هياخد الخبرات دي برضو يعني ده مهم. لا ده خد تحدي كويس والله. يعني هو نقل مدرسته. ده هنا كان صغير بس شويه يعني هو دلوقتي ما شاء الله يعني زي الكابتن محمود كده متر داخل في متر و90 يعني. وبعد كده دخل في حته ان هو نقل مدرسته هناك ويعني واخد الموضوع بصراحه. كان بيلعب في الزمالك. كان هو ماشي من الزمالك هداف الدوري وراح جه عندنا جاب ده كده ساعتها انا فاكر انا شفته في زد. انا جاب جاب 10 تجوان الدور الثاني. الناس السكاوتنج اتفرجوا عليه وطلبوه وراح عمل ترايل برضه هناك. بس انا عارف مين اللي جاب الصوره هو في الزمالك على فكره. ماشي في صوره ليه على فكره. لا هو زمالك هو بيمضي العقد. هو زملكاوي برضه خلي بالك يعني. الناس لعب في الزمالك 4 سنين يعني. بس فيرود من الفراودة اللي هيبقوا ان شاء الله باذن الله يخدموا مصر يعني. في حاجه يمكن احمد يقولها كناحيه اداريه فاروق يعني. اتمنى الناشئ اللي بيطلع يبقى واخد فكره ورايح فين, يتعلم ازاي, يتعلم الثقافه بتاعته. احنا عاملين كده كابتن يعني حاجه تبقى كويسه حتى الولد لما يروح يبقى فاهم هو هيلعب فين وهيتحرك ازاي, يلعب ازاي, يبص ازاي. ده شغل مدربين يا احمد. هو اتاسس هنا في الاول. بص لا بص هم مش هياخدوها كابتن. عايز اقول لك حاجه, انت قلت حاجه كويسه يا فاروق يعني احمد. يمكن الكابتن غانم من الناس اللي مرنتني وانا في الناشئين نادي الزمالك. كان بيعملوا لنا تخصصات في الناشئين ان احنا نقف ازاي, نتحرك ازاي, نلتزم ازاي. مش عايزين ان الوقت يجي مدير فني زي ما بقول لك او يعلق الشماعه يقول لك ايه اصل اللعيبه ما بتعرفش تباصي او اللعيبه ما بتعرفش تتحرك او اللعيبه ما بتعرفش تجري. ده كله كلام عيب. انت عندك لعيبه كويسه جدا وعندك لعيبه محترفه. فده شغل ناشئين. بس الحقيقه منظومه زيد كمان كابتن هو كابتن محمود الكابتن فاروق جه وشاف نجوم كبيره في يعني اهلي وزمالك بيدربوا وكدراسه كابتن كمعيشه كسكن كل حاجه يعني يعني شغالين فيها على ولد البنت. تطلع في الاخر ناس كويسه. لا الميزه كمان الدنيا بقت مفتوحه يا ابو حميد ان انت بتتفرج على الدوري الانجليزي, الدوري الاسباني, بطوله اوروبا, بتتفرج على كاس العالم. فالولاد دلوقتي بقوا حافظين اللعيبه الاوروبيه واللعيبه اللي بتلعب في اوروبا بتتحرك زي النهارده لما بتتفرج على كاس العالم طبعا وتخش وتقول لا احنا بنتعلم يعني. بامانه انت كمدير فني او لعيبه لازم كله يتعلم يشوف الاصرار اللي يقعد مدرب وما يبصش الناس دي بتعمل ايه. النهارده كابتن الشغل كابتن الفني فريق امريكا 23 سنه. مين كابتن فريق امريكا؟ صغيرين سنة. عدد اللعيبه في امريكا صغيره السن يعني 23 يعني سنه يعني. ده بيقول لك ان هم بيعملوا البروجكت ده بقالهم 6 سنين عشان كاس العالم اللي جاي. ان هم يعني هيستضيفوا كاس العالم اللي جاي. فانت بتتكلم في لو بتتكلم في مشروع بس احنا بنعمل مشروع يعني. كام سنه 27 سنه وبيشارك كاس العالم هو الجيل بتاعه. لا هي بتبقى عاوزه جراءه بس ان انت تتمرن. مين اللي يتمرن زي ما انت تيجي تقول لك مثلا واحد يمسك يقول لك يا عم هو ادرب فين. ما ادرب فين ما هو لازم يتعلم. صح لازم يخش التدريب عشان يتعلم وبيتعلم تحت المدير الفني. ما هو لازم ياخد لازم تطلع كوادر يا احمد زي ما الكابتن فاروق بيسالك انت فين. انا بشتغل في منظومه اداريه لكن انت النهارده انت لازم تطلع كوادر للاجيال اللي جايه. انت النهارده لما بتيجي تتكلم على المديرين الفنيين بتلاقي 3-4 بالظبط اللي انت بتتكلم عنهم. فحتى النهارده وفي على فكره مديرين فنيين كتير جدا ما بتمسكش منتخبات تقول لك انا موجود في النادي لان انا لو اتغلبت او عملت اخفاق او ما وصلتش كاس عالم او ما حققتش التارجت اللي انا رايح عنده همشي. فهو بيقول لك ايه انا ماسك في الفرقه بتاعتي وانا قاعد ومكمل ومريح. ودي ثقافه كتير في مصر زي ما انت بتقول ثقافه بقى يعني. عايز تغير القصه من اولها خالص بقى ان انت توصل للمدرب يتعرض يعني يتعرض عليه مثلا منتخب يمسك ويقول لك لا هو عشان خاف يمشي من النادي. موضوع كبير اختيار يعني. المدير الفني الوطني لمنتخب مصر يعني مشكله كبيره. مفيش مقاييس يعني في انك اختيار مين. وفي الاخر يعني المسؤولين بيريحوا دماغهم ويقول لك ايه طب خلاص احنا نجيب حد يتحمل مسؤوليه ما يبقاش مصر. تحمل مسؤوليه ازاي انت النهارده النهارده لما مسك ايهاب جلال احنا خلصنا عليه. مصر الدنيا كلها خلصت عليه. ما احنا كنا بنشكر فيه قبل ما يمسك منتخب مصر. انا بكلمك بامانه وكان عامل شغل كويس جدا. مسك منتخب مصر ما كملش 10 ايام وراجل ومشي وشال شيله مش بتاعته. ممكن يكون فيه اخفاقات الوقت أو نفسه. لكن الوقت نفسه حتى لما راح النادي المصري الناس او الجماهير مش متقبلاه. فهل يعني ايه 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 مثلا ايه الهدف ان احنا عاوزين بنكسر ما دي في النهارده حسام فين؟ مش موجود. لكن انت بتتكلم بالنادي عندك لازم تطلع كوادر. عندك خالد جلال, عندك علي ماهر, عندك احمد سامي, مش عاوز انسى حد. عندك كل الاسماء اللي كده ولسه اللي هتيجي كمان. طيب نروح لكاس العالم لانه ده كلامنا ومتعه الفرجه النهارده بالماتشات او من خلال الجوله الثالثه بالذات. والنهارده اول يوم في دور 16 ادوار تنظيم حاجه جميله. قبل ما اروح لماتشات النهارده احمد انت كنت شايف فرقه اتظلمت كنت تشوفها احسن يعني كنت تحب انها تبقى متواجده في دور 16 يعني ما وصلتش يعني في لو الماتش بتاع المكسيك صح كابتن المكسيك يعني حاجه فرقه
يعني بصراحه اسلوب وسيستم في الملعب وطريقه لعب وكميه فرص في الماتش اللي هو الاخير ده حاجه يعني. وعملوا كل حاجه, هم عملوا كل حاجه في الماتش, بس انت طلعت بسبب يعني ان هم كان لازم جون زياده. عندك المكسيك, هي المكسيك كان ساعتها جون. ماتش طبعا اتحدد بحاجات ما انا بقول لك يعني يعني انت مثلا لو بتتكلم النهارده يعني حرام استراليا تلعب الارجنتين مثلا والمكسيك دي تبقى بره مثلا يعني هي وجهه نظر يعني يعني النهارده لو يعني لو المكسيك دي موجوده لا تتفرج على ماتش كبير يعني. فمن الفرق اللي انا زعلت اللي هتبقى عندك برضو المجموعه بتاعه كوستاريكا واسبانيا ودي برضو كانت ساعتها كوستاريكا عملت حاجات مش وانت قاعد عمال المانيا تطلع. انت جيت في وقت اسبانيا طلعت, انت جيت في وقت في الدقيقه 65 اسبانيا طلعت لما كوستاريكا جابت الجول الثاني في المانيا 2-1. لويس انريكي قال لك انا مش كنتش اعرف, انا لو كنت اعرف ان ده يعني عندي ممكن كنت اطلع كان هيجي لي سكته قلبيه. هي المانيا اللي قعدت اسبانيا يعني المانيا اللي خلت اسبانيا تصعد وهي وطلعت نفسها صح. ف يعني المكسيك انا ممكن اقول لك المكسيك ومباراه يعني. غانا برضو كانت مجموعه غانا غانا تكسب برضو تصعد كان في اثاره في الجوله الثالثه اول مره كذا مجموعه لا كاس اول عالم مره حاجة. كاس عالم الماتش الثالث يبقى كل كل الفرق عندها فرص متساويه. كابتن وداب برضو انت عندك فرقه كنت تتمنى تبقى موجوده يعني في فعلا هي المكسيك يمكن انا شفت اتفرجت على المكسيك. لكن خليني اقول لك كاس العالم ده مختلف يا فاروق. احنا يعني كنا بنتكلم زمان اقول لك البلجيكا هتصعد او مرشحه انها تاخد اللقب. نفس الشيء امريكا عامله ماتشات كويسه جدا لكن واضح ان في مفاجات النهارده. اول مره في التاريخ كاس العالم ان ثلاث فرق من اسيا ان هم موجودين في دور ال 16 اللي هو كوريا واليابان واستراليا لكن عاملين شغل كويس جدا الفتره اللي فاتت. لكن انت النهارده ما المستويات متقاربه. حتى النهارده بنتفرج على المغرب عامل مفاجاه كبيره جدا بيطلع اول المجموعه عامل شغل كويس جدا. بس المغرب متعود على كده. المغرب متعود لانهم لعيبه كوره لا لانهم لعيبه كوره خبرات عندهم كبيره وبيلعبوا كوره للكوره. فحاجه يمكن انا بسطتني شخصيا ان انت بتفرج على فريق عربي لا بتحس ان ما فيش فرق بينه وبين الفرق اللي هو بيلعبها. اما كنت قاعد معاك قلت لك لا المغرب هتكسب بلجيكا وفعلا ده اللي حصل. قلت لك ان بلجيكا ما تخوفش على فكره مستواها حتى النهارده بتتفرج على الارجنتين كمان يا فاروق. ميسي لما بيتحرك الارجنتين بتتحرك وبتعمل شغل كويس بتروح وبتروح وبتهدف وبتعمل. لكن انت النهارده الماتش سهل للارجنتين. لكن انت بتتكلم على الفرق كلها لا في مفاجات كبيره جدا في البطوله ديت. النهارده خروج الارجنتين ايطاليا ما دخلتش اصلا من البدايه الحاجه الثانيه يعني المانيا من الفرق الكبيره جدا لكن هم كانوا مشغولين بحاجات ثانيه واحسن ان هم خرجوا عشان تريحنا. لكن المكسيك كان عامله شغل كويس جدا الفتره اللي فاتت وكنت اتمنى ان هي تبقى في دور 16. الصراحه المكسيك طبعا المكسيك خرجت بالهدف اللي جه فيها بالهدف بتاع السعوديه. كنت اتمنى السعوديه صراحه والسعوديه بس طبعا السعوديه عانت باصابات موجوده. ياسر شهراني ده كان واحد مهم جدا جدا المنتخب السعودي واثر بشكل كبير. مجموعه اللعيبه اللي اتصابت مجموعه اللعيبه اللي يمكن برضو كابتن يعني الفريق ايه كابتن الفريق اللي صف اول ماتش بالظبط النقطة ان كان منتخب عربي بالرغم ان هو منتخب كله من مجموعة المحليين او الدوري السعودي لكن منتخب محترم يحترم. ده لو كان بس صعد هو الماتش الثاني اللي فرق معه. هم انا كنت وجهة نظري منتخب السعودية لو كان كسب بولندا وكان ركز بنفس الشكل اللي ركز فيه ماتش الارجنتين. هو لعب ماتش حلو بس لو كانوا ركزوا بنفس التركيز ده اما بيوصلوا المرمى يقدروا يهدفوا. هم ما وصلوش ماتش الارجنتين غير كورتين جولين. لو عملوا كده في ماتش بولندا كان الموضوع بس هو ما كابتن بيقول لك محمود بيقول لك المغرب حاجه تانية بصراحه. لا المغرب تبقى قاعد بتتفرج عندك ثقه في الفرقه بصراحه. لا المشكله احمد ان انت شخصية فريق فعلا. عربي او فريق افريقي لازم تصدق نفسك ان انت صح. بتكسب لازم تروح لابعد من كده اللي انت لما بتبقى عاوز بتعمل زي ما اتفرجنا على تونس وفرنسا صح. في ناس بتقول لك ان الراجل ديشامب ريح لعيبه. لا ما فيش حاجه اسمها ريح لعيبه. ده واخد اللعيبه كلها كلهم اساسيين كاس عالم. انت بتلعب في كاس عالم عند الاصرار برضه مش هم بس نزلوا في الاخر معلش يعني مش امبابي مش مين تاني كان مريح امبابي كلهم بس يا فاروق في التاريخ في النهايه انا بكسب فرنسا كله زي ما كابتن محمود بيقول لك بكسب فرنسا الراجل لما احتاجه منزل التاريخ هيقول لك انت كسبت في كاس العالم تونس. فانت تونس كسب فرنسا بغض النظر هو راجل برضه كان عنده تفكير ان انا رايح عشان الدور 16 انا ضمنت الوصول وده جه على عليه يعني في الاخر. فدي مشكله زي الكاميرون يعني. الكاميرون برضو مع البرازيل لا لا كاس عالم حلو انت بتتفرج ده حقيقي. طيب خلينا نتكلم على ماتشات النهارده كابتن احمد. هولندا وامريكا النهارده هولندا مختلفه من وجهه نظري. هولندا ما حدش حاسس بيها في المجموعه بتاعتها. ممكن تقول المجموعه يعني الى حد ما كانت ضعيفه شويه قطر والاكوادور لكن هولندا النهارده بتلعب كره باسلوب محترم جدا. فان جال طول عمره
يعني هو اللي يعني دايما بتلاقي بيعمل خطط كده وبيتحدى يفاجئك بيها. بيتحدى اي حد بيها. النهارده الماتش تحس كان سهل جدا على هولندا. يعني كل ما بيعوزوا يجيبوا جون بيروح يجيبوا جون. هم مش يعني مش لازم يمسكوا الكوره. يعني مش لازم يمسكوا الكوره بقال يعني. لا الجون الاولاني الكوره عدت على 11 لعيب. الجون الاولاني الباك رايت اللي خد مان اوف ذا ماتش النهارده اللي جاب الجون الثالث الكوره عدت على 10 لعيب لغايه ما اتعادت بالعرض وحطها ممفيس ديباي. فبصراحه انا يعني بقول هولندا هيبقى ماتش قوي جدا من الارجنتين. انت خدت بالك من نسبه الاستحواذ لامريكا النهارده يا اخت احمد؟ امريكا الاستحواذ امريكا بيجروا كتير جدا، معدلات بدنيه غير طبيعيه. لا وهم بقى معدلات بدنيه قويه جدا، فبس معتمدين على الجزء ده. بس يعني واضح ان الراجل ده فانجال يعني مدرب مدرسه يعني بصراحه. في ان الراجل النهارده كان يعني من اول المباراه واخد الاسلوب كله ليه والماتش كله يعني تحس انت ممكن يروح لوان سايد جيم. بس هو دخل امريكا شويه في اللعب الشوط الثاني، لكن عمرك ما تقول ان امريكا النهارده هتكسب. تمام. يعني الماتش كان سهل يعني. تمام. كابتن مداب برضو رايك في الماتش ده، وهل زي ما بيتكلم كده كابتن احمد فكره ان انت المنتخب الهولندي مختلف عن الادوار اللي كانت قبل كده؟ لا مختلف، فرقه منظمه عنده دفاع قوي يا فاروق. لكن النهارده انا مع احمد ان انت النهارده ساب الاستحواذ لامريكا. هو عارف ان الفرقه بتاعت امريكا فرقه قويه، عندهم لياقه بدنيه عاليه، انتشارهم سريع، عندهم ناحيه اليمين دي بتشتغل بشكل كويس جدا. لكن هو ساب لهم الاستحواذ، لكن تلعب على المرتدات. انا شايف ان هو لما ثلاث اجوان اللي راح يقدر يخلص. لا فرقه كويسه جدا وفرقه قويه وهتوصل ابعد من كده. ان عندك مباراه مع الارجنتين هتبقى من الاقوى الماتشات اللي انت هتشوفها في كاس العالم. لكن هو فريق منظم، فريق محترم، قدروا ان هم يكملوا. كمان انت في دور ال 16 يا فاروق، كل الفرق عارفه. حتى النهارده بنتفرج على الارجنتين واستراليا، ان انت كل الفرق اللي هيخرج هيتغلب هيخرج هيمشي. طب ايه اللي نجحهم النهارده كابتن مداف في الشكل الخطط اللي عمله فان جال النهارده، وكان مختلف عن الدور اللي كان موجود في الدور التمهيدي بالنسبه لهم؟ هو نجحهم بشكل كويس ان هم حافظين الفرقه امريكا، يعني اشتغلوا على فرقه امريكا بشكل كويس، يعني اشتغلوا على الحته المرتدات، اشتغلوا ان هم بيسيب الاستحواذ زي ما احمد قال، سابوا الفرقه يعني حتى نسبه الاستحواذ لامريكا كانت اعلى. لكن انت فان جال اشتغل على السرعات اللي عنده في الفرقه. لكن انت النهارده بتتعامل امريكا لا عندها ضغطت بشكل كويس جدا، لكن ما حرزوش لان انت عندك دفاع قوي اللي هو هولندا. طيب خلينا النهارده يعني واحد من اللاعبين الكبار بالنسبه للمنتخب الهولندي دومفريز بياخد احسن لاعب في اللقاء. شايفه برضو اللاعب ده النهارده هو احرز هدف في الدقيقه 82 يعني اخر الماتش. شفته ازاي النهارده اللاعب ده كابتن احمد؟ ما ده الباك رايت. الباك رايت بتاع الانتر ميلان ده حاجه قويه جدا. انا يعني منفس برضو هو لاعب كبير منفس جدا. خلي بالك منفس ديباي كاس عالم ده بالنسبه له برضو مش هقول لك طوق نجاح. تقييمك ليه برضه كباك رايت برضه يعني؟ لا طوق نجاح انا اقيم لا ده برضه انا قصدك احساسك بالمكان. لا هو اللي بيعمله اللعيب ده النهارده وبيروح بالشكل ده في الجون الثالث الكوره يعني في الجون الثالث الكوره مقطوعه منه. الكوره مقطوعه منه يعني عمل سبرنت ثلاث مرات مثلا بطول الخط، حاجه قويه جدا. عامل جونين وجايب جون، والماتش في التصفيات برضه في الاول كان حاجه يعني مفتاح لعب رهيب جدا. ممفيس ديباي خلي بالك الكاس عالم ده ليه طوق نجاح ان هو ما بيلعبش في برشلونه، يعني بينزل 10 دقايق بينزل 5 دقايق. هو النهارده او الماتش اللي فات بدا، الماتش اللي فات نزل، الماتش ده بدا في اول ماتش ما لعبش. فانجال خلي بالك النهارده كسبان 2 وبيعمل تغييرين هجوميين وبيطلع ناس كويسه في الملعب. دي ليخت في الماتش الاولاني وحش، راح مقعده وملعب سيرد باك تاني. راجل مدرب يعني تشوفه من افضل المدربين اللي موجودين في هو فكر كبير جدا. الدور التمهيدي ولا في افضل منه؟ هو انا عشان يعني هولندا متابع شويه المنتخب الهولندي. لا حصل يعني في فان جال ده جيب خناقه في المنتخب الهولندي، يعني كانت خناقه كبيره في الاتحاد الاتحاد الهولندي، يعني كان قبليه رونالد ديبور الموضوع كان تقريبا. هو مسك مانشستر يونايتد او يعني ما مشيش بيهم بشكل كويس الراجل ده. مانشستر ما فيش حد مشي بيها كويس بيه وينك يعني بصراحه صح. لا ده في الوقت الاخير يعني مانشستر يعني كان في جيل وظهر. انا خلي بالك مانشستر بس 10 سنين يعني عامل ما دام بعده ما فيش حاجه خالص بقى. ما فيش من بعده ما فيش حاجه خالص ف يعني الراجل ده زي ما كاتحون بيقول لك ماتش الارجنتين هيبقى صعب جدا عليهم بسبب منتخب هولندي تنظيمه والراجل والمدير الفني. طيب اروح للماتش الارجنتين واستراليا، والنهارده بيبان ان المنتخب الارجنتيني بيعتمد بشكل كامل دلوقتي على فكره اللعيب ميسي، زي مثلا باص ميسي، زي باص صلاح، زي باص مارادونا في 86 يعني.
رايك في الفكره دي كابتن ابو الدهب في وجود النهارده ميسي وتالقه بالشكل الكبير؟ هل دي يعني دي وجهه النظر اللي ممكن تبقى عامه وموجوده عند الناس دلوقتي ان الارجنتين دلوقتي بتعتمد بشكل كامل على ميسي؟ ودي حقيقه فاروق، لكن انت مع الاختلاف، انت بتقول زي منتخب مصر، لكن انت عندك الفرقه بتاع الارجنتين كلها بتشتغل وتساعد ميسي. انت بتروح متقرب لميسي، لكن ما بتلعبش الكوره لميسي وبعدين ابتدي اقف اتفرج عليه اشوفه هيعمل ايه، لكن انت في تحركات كبيره جدا. حتى النهارده الهدف الاول اللي جابه لا بيتحرك وبيرقص وبيعدي وبشكل كويس جدا، حتى كان بيعمل اسيستات كتيره للعيبه. لكن انت النهارده لا، ميسي فكره الفرقه الاوحد. لكن خلي بالك برضو انا ممكن عايز اقول لك الارجنتين ما يخوفش طبعا. يعني في بدايه انا بقول لك انا الارجنتين فعلا ما يخوفش، لكن فكره ان انت تعتمد على اللعيب الاوحد او النجم الاوحد دي بتبقاش موجوده. لكن النهارده استراليا كان مستحوذها بشكل كويس الشوط الاولاني اللي راحت، لكن هو الجون اللي دخل فيهم هو اللي ممكن عمل لهم مشكله او ارباكم شويه. لكن النهارده مش هتقعد تعتمد على اللعيب، لو لاعب ماتش هولندا ده هيكشف، لان ما لعبتش ماتش جامد السعوديه، ان هم كان عندهم ثقه فيه في الادوار الاولانيه اللي هو ما اتغلبوا فيه، لكن ابتدوا بعد كده يكسبوا. لكن انت هتلاعب فرقه منظمه زي هولندا لا، الارجنتين هتتعب. استراليا يعني تعبتهم النهارده كابتن؟ تعبتهم في الشوط الاولاني خصوصا، وكان ممكن لو في وقت زياده كان ممكن يتعادلوا. اخر ساعه كانت انا بقول لك كانت مشكله الفرقتين الصراحه. اخر ثانيه كان في جون، لا المباراه كان مفتوحه اخر ثانيه. استراليا تجيب جون اخر ثانيه. استراليا ما انا بقول لك في كل الفرق عندها اصرار يا فاروق، عندهم اصرار ان هم يكسبوا، عندهم اصرار ان هم يكملوا في البطوله. لكن انت النهارده فكره ان ان انت بتعتمد على النجم الاوحد دي مشكله كبيره في الكره، في الكره العالميه عامه. صحيح انت كلها حتى البرتغال، بس البرتغال ما بقتش تعتمد على ما بتعتمدش على كريستيانو، لا لانه كريستيانو لعيب كويس، لكن هم فريق جماعي متكامل على فكره، وكلنا مش حاسين بالبرتغال، لكن هو فرقه محترمه، فرقه كويسه، فرقه بتكسب وعارفه هي بتعمل ايه. احمد، هل الارجنتين مختلف عن الدور الاولاني؟ يمكن اتغلبت امام السعوديه، ولكن طبعا كشرت عنيابها في الماتشين اللي بعد كده. مختلفه في ماتش النهارده من وجهه نظرك؟ النهارده ماتش يعني بالنسبه للارجنتين بقول هي اسهل فرقه لعبت فرقه تانية في دور 16، يعني اسهل فرقه لعبت، يعني حظها كان كويس ان استراليا صعد. يعني النهارده الماتش سهل جدا بالنسبه لها، زي ما كابتن محمود بيقول لك النهارده ما هي ما كسبتش بسهوله برضه. ايوه بس هو عشان في اخر دقيقه، عشان هي وحشه. المنتخب الاسترالي كان ممكن يتعادل، هو عشان المنتخب الارجنتيني مش كويس. منتخب الارجنتيني النهارده فرقه استراليا دي لو فيها يعني، لو عايز اقول لك لو فيها واحد بقى مثلا زي ميسي او عندهم سوبر ستار هم شويه يخلص، يعني يخلص الماتش يتعادل. النهارده الجون بتاع استراليا، الجونين اللي دخلوا فيه سهلين. هتقول لي الاولانيه اصلا ما شافهاش، بس سهله ممكن تطلعها. طب الثانيه كارثه، عمل كارثه، كان ممكن الماتش يخلص 1-1 عادي، وتلاقي ضربات جزاء، وتلاقي الارجنتين يعني داخله في الماتش كده. يعني استراليا مش ما تقدرش قايم عليها الارجنتين. هم برضه تقريبا، لا هولندا تقدر امريكا تقول. في فكره البدني بالنسبه لهم هم كويسين. هولندا تقدر تقول الارجنتين واقفه لفين او ممكن توصل لفين. خلي بالك الارجنتين طريقها البرازيل في المجموعات، في الطريق للنهائي طريقها البرازيل. فانت عندك اول ماتش جامد يعتبر الارجنتين وهولندا للارجنتين. هي ممكن في قبل النهائي تقابل البرازيل. يعني ما هقول لك طريقها البرازيل ايه اللي يحصل هولندا، هي طريقها البرازيل. البرتغال طريقها فرنسا. انا بقول لك على الحاجات اللي يعني لا انا الناحيه الثانيه، انا بالنسبه لي انا نفسي النهائي برازيل وبرتغال. يعني نفسي فرنسا. كابتن محمود تقريبا بيشجع البرازيل. انا شايف برازيل وفرنسا. ما هي الفرنسا تطلع البرتغال، يا البرتغال تطلع فرنسا. انا قصدي كده. لا يعني ماتش جامد على فكره. على فكره هو الماتش اللي اتغلبوا فيه من تونس لفرنسا ده هيبقى نقطه تحول لفرنسا في البطوله. صح، ما قال الراجل قال كده دي شام فعلا. طب احنا لو اتكلمنا على ماتش بتاع الارجنتين وهولندا مثلا، ده احنا بنتكلم على الاثنين متاهلين، فرص مين اكتر بالشكل الفني اللي احنا شايفينه دلوقتي، مش اللي هو الادوار التمهيديه دلوقتي؟ انا بالنسبه لي انا تنظيميا فهولندا اقوى واخطر، ودفاعيا كمان. يعني دفاعيا وتنظيميا جوه الملعب، يعني هولندا عندها اسلوب، عندها سيستم في الملعب، يعني فرقه خوف، فرقه في واحد في نص الملعب لعيب كبير ديونج، وفي فيرود كويس زي ممفيس ديباي، والباك رايت اللي واخد باله زي ماتش النهارده، بليند عامل بطوله عالميه لغايه دلوقتي، الديفنس فان دايك، الجون ما حدش بيتكلم عليه خالص. الجون ده الراجل ده يعني من الاجوان القويه جدا، بيلعب في الدوري الهولندي. ما بيلعبش في التوب 5 بتاع، يعني ما بيلعبش في اياكس ولا بي اس في، بيلعب تقريبا في نادي السادس او السابع. راجل مترين وراجل جون قوي جدا. فرقه يعني انا شايف ان هم ماشيين
ما عليهمش اي ما حدش مسلط عليهم الاضواء, بس حاسس ان هم هيوصلوا ل ل ل لنقطه بعيده قوي في كاس العالم. بيلعب في نادي هيرفن الهولندي. بالظبط, يعني انا بقول لك يعني فرقه بالنسبه لنا تنظيميا هي اقوى من الارجنتين. كابتن ابو الدهب توقع لا هولندا. هولندا برضه. هولندا طبعا. انا بقول لك هولندا انا فريق منظم. انا بكلمك انت بتتكلم منك فكره كابتن رضا. انا مش حد انا بقول ارجنتين. لا ده وجهه يعني ارجنتينا خلاص يبقى عشان خاطر كابتن رضا يبقى الارجنتين. ما انا مرهن على البرازيل, وانا عاوز الارجنتين تتغلب. طب ما احنا عايزين يعني الاثنين يلعبوا بعض برضو. هتلعبوا بعض ماشي اوكي. ما انت عندك ارجنتين وبرازيل. طب مش ما انت عندك منتخبات. ما انت عاوز بص يا فاروق, ما انت بعد المستوى اللي احنا لا عايز اقول لك الحاجه صح يا بص يعني بعد المستوى اللي احنا شفناه للسنغال المغرب الفرق الكبيره كوريا اليابان اما كل ده حقق منتخبات. احنا مش عايزين بقى نقول ايه ارجنتين وبرازيل. طب ما انت ممكن تلاقي بعد كده ما انت ممكن يحصل مفاجآت صح. ما هو كاس العالم ده للمفاجآت. ما انت ممكن تلاقي فرقه من بعيد خالص ما كانش في الحسبان وتلاقي واصله للنهائي. لكن انا بتمنى لا هولندا فرقه منظمه بشكلها كويس ما بتعتمدش على اللعيب الاوحد. فرقه جماعيه بتتحرك بشكل كويس لياقه بدنيه معاهم مدرب مدير فني فانجال مدير فني قوي فلا تكسب. بقول لكم يا جماعه عايز اسالكم سؤال بقى مهم جدا. هل ممكن افريقيه فرقه افريقيه في يوم من الايام تشيل كاس عالم؟ قول لي لا. وانت عندك فعلا فرقه كويسه. يعني انت النهارده لما بتتفرج على فرقه السنغال كلهم بيلعبوا في الدوري الاوروبي في الدوريات الاوروبيه. انا بتكلم انا هم 80% دوري انجليزي. يعني بكره يعني فكره الدوري الاوروبي حاجه وهم بيلعبوا كافراد. لكن خلي بالك بكره ماتش دوري انجليزي هو ده الاهم. بكره السنغال وانجلترا ده ماتش دوري انجليزي. ايوه انا بشوف ان الموضوع صعب جدا على منتخب انجلترا لو الناس فاكره سبعه بيلعبوا في الدوري الانجليزي. يعني منتخب انجليزي وجاي ساوث جيت يعني مورسي هو نفسه قال الماتش صعب. لكن هي فكره انك تلعب لعيبه بتلعب في انديه في اوروبا ان هم يبقوا ياخدوا كاس عالم كمنتخب افريقي دي مش سهله. مش لا توصل للنهائي حتى. هو غانا كانت هتعملها 2010 كان في 2010 كان غانا وصلت ابعد من كده. كابتن احمد رايك ايه يعني ليه يعني ما ليه منتخب لا أفريقي ممكن زي ما الكابتن بيقول لك لا المغرب والسنغال فرقتين عندهم شخصيه في الملعب. وبعد كده انت كل خطوه بتاخدها ممكن بتديك ثقه اكبر. وبعد كده ده اكتر كاس عالم حصل فيه مفاجآت. لو انت بصيت لطريق الاثنين انت المغرب اسبانيا المغرب هتلعب اسبانيا بعد ما تلعب اسبانيا هتلاقي الفرقه اللي بعدها البرتغال. صحيح. يعني البرتغال لو كسب سويسرا والمغرب كسب اسبانيا هيلعبوا بعض. يعني انا لو يعني بالفريق بتاع المغرب ده انا كلاعب يعني لو بلعب في المغرب بالشخصيه دي وباللعيبه دي والناس اللي يعني بالقصه اللي بتعمل الجماهير اللي هيبقى موجود كمان ممكن اوصل عادي في قطر. يعني مش هبقى خايف يعني مش هخاف ولا من البرازيل ولا من بكل المفاجات اللي حصلت دي. صح فاهمني. مستويات متقاربه حقيقه. انا وانا بقول انا مستويات انا شايفها متقاربه. هي فكره الفرق الكبيره بس في وقت معين بتقدر تتماسك. لكن لو خطفتها في فرق ما بتعرفش ترجع بالرغم ان هي كبيره. وده حصل على فكره في الادوار. ليه المغرب ما كسبت بلجيكا؟ بلجيكا اقوى ولا اسبانيا؟ بلجيكا. واحنا كنا بنقول مصنف كان كافراد في البطوله دي ما اسماء البطولة. فقط لكن انت واحنا كنا شكل جماعي. لا احنا كنا بنتكلم قبل كده طلعت الاخير في المجموعه بتاعتها كمان. ماشي اوكي. بس احنا كنا بقول لك قبل. لا انا بقول لك قبل كاس العالم قبل ما نشوفها. انت كسبتها مش على المصنف التاني. يعني انت مصر كسبتها ماتش ودي والمغرب كسبتها. يعني انت قادر ان انت تكسب. يعني اسبانيا مش اقوى من البرتغال من بلجيكا لكن تقدر تكسبها وتعمل سكور وممكن توصل. مين الفرقه اللي ممكن تشوفها في افريقيا ممكن تشيل كاس عالم؟ كاس عالم ده تشيل كاس عالم بشكل عام. انا ممكن انا اقول خليني في دالي ان انا لا يعني عامه قدرات فرقه في قاره افريقيا تشيل كاس عالم. هو انت عايز بصراحه يعني هو احنا مدري احسن فرقتين موجودين في افريقيا دلوقتي. يعني ايه وجهه نظر وجهه نظر يعني انا ما اعرفش يعني كل واحد ليه وجهه نظر. بس انا بالنسبه لنا السنغال والمغرب يعني ممكن يعملوا كده. لا ده بصراحه يعني حقهم الطبيعي في الليفل اللي هم فيه. كابتن ابو الدهب قول لي انا بقول لك لا قول لي فرقه. انا بكلمك اتمنى المغرب قدرات منتخبات. انا بقول لك ما انت قلت يا فندم. انت ممكن تقول مصر على فكره بس قدراتها. انت بتتكلم عامه مش بتكلم على البطوله دي. يعني ممكن البطوله دي ممكن نوصل. لكن انا بتكلم في يوم من الايام. الكابتن بيقول لك بس انا بصراحه خلينا قاعدين. انا عندي المغرب اقوى من السنغال كمان. يعني انت عندك فريق السنغال. يعني انا اتمنى ان مصر توصل. توصل ازاي وانت اصلا ما انتش عارف تعمل؟ يعني مصر عندها القدره ان في يوم من الايام تاخد كاس عالم. يعني امتى؟ انا بسالك بقى امتى؟ ان شاء الله لما ربنا يا اتمنى يا كابتن خب زي 2006 وتمام هنوصل.
احنا كسبنا ايطاليا احنا نوس خلي بالك والبرازيل كانت كسبتنا بصعوبه. خلي بالك انت الكاس العالم اللي جاي 9 فرقه هتصعد صح يعني في حاجه ما فيهاش. وكان في تصريح بتوري قال لك احنا ممكن ما نوصلش. لا 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 دي 9 الحقيقه. طيب هطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن ابو دهب وكابتن احمد غانم سلطان. هتقام يوم الأحد مباراتين في دور الستاشر ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر، فهيلتقي منتخب فرنسا مع نظيره البولندي، فيما هيواجه منتخب السنغال منافسه المنتخب الإنجليزي في مباريات خروج المغلوب من المونديال. وصعد المنتخب الفرنسي لمرحلة خروج المغلوب في المونديال بعد ما تواجد على قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد تحقيق وانتصارين وتلقي خسارة وحيدة أمام تونس، متفوق بفارق الأهداف على أقرب ملاحقي منتخب استراليا المتساوي معه في نفس الرصيد واللي رافقه لمرحلة خروج المغلوب عن تلك المجموعة. ورغم البداية القوية لمنتخب الديوك في البطولة بفوزه الساحق 4-1 على استراليا في الجولة الافتتاحية للمجموعة، فاجتاز عقبة منتخب الدنمارك بشق الأنفس بعد ما تغلب عليه 2-1 في الدقائق الأخيرة بالجولة الثانية قبل ما يخسر 1-0 أمام المنتخب التونسي في ختام مبارياته. ودخل منتخب فرنسا البطولة بدون العديد من نجومه البارزين بسبب الإصابة زي كريم بنزيما ونجولو كانتي وبول بوجبا. كمان أصيب لوكاس هرنانديز خلال البطولة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، مما تسبب في مغادرته معسكر الفريق وعودته لبلاده من أجل الخضوع لجراحة. وفي مباراة قوية أخرى هيتقابل منتخب السنغال مع المنتخب الإنجليزي، فبيطمح منتخب السنغال في تحقيق مفاجأة أمام إنجلترا والتأهل للدور التالي، وهو ما سيكون صعب في مواجهة منتخب قوي وعنيد كروياً. وتأهل منتخب إنجلترا الساعي للفوز بكأس العالم للمرة الثانية بعد ما توج بيها لما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 1966 للأدوار الإقصائية بعد تصدره ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، فحقق انتصارين وتعادل وحيد ليصبح صاحب الرصيد الأعلى من النقاط في الدور الأول بالاشتراك مع منتخبي هولندا والمغرب اللي حققوا نفس الرصيد في مجموعتهم من إجمالي 32 منتخب شارك في مرحلة المجموعات. هنكمل مع حضراتكم كلامنا عن مباريات كأس العالم وبالخاص عن مباراة بكرة وتوقعات نجومنا في سير لقاء الغد في مباراة فرنسا وبولندا والمباراة المرتقبة أيضا ما بين إنجلترا والسنغال. كابتن مصر كابتن أبو الدهب، ماتشات بكرة هتبتديها بماتش السنغال وإنجلترا، شايف المباراة دي ممكن تروح لفين؟ تروح لمين أو في من الفريق؟ لا مباراة صعبة ممكن تمتد الوقت إضافي أفرق وتخلص بضربات الجزاء. لا مباراة صعبة. أنا قلت لك فريق السنغال فرقة كويسة، فرقة محترمة، عندهم لعيبة كتير جدا. يمكن أنا دايما بقول فريق السنغال من الفرق اللي بتلعب بقدرات لاعبتها، مع مدير فني محترم، لكن هم فرقة كويسة جدا وممكن توصل قبل كده. لكن المباراة بكرة مباراة، حتى يمكن مدير الفني بتاع انجلترا سواز جيت قال لك ان المباراة صعبة علينا، لكن هي مباراة صعبة فعلا وممكن تخلص بضربات الجزاء. لكن النجوم المتواجدين في المنتخب الانجليزي باسمائهم الكبيرة دي مع مدير فني من وجهة نظر ان هو عامل طفرة في الكرة الانجليزية بالنسبة للمنتخبات، ما تقدرش انها تكسب بسهوله. لا خلي بالك، ما عندهم ثغرات يا فاروق، يمكن عندهم ثغرات في الدفاع كبيره جدا، يعني ممكن الفريق السنغالي يستغلها بشكل. ايه الثغرات اللي موجوده بالنسبه للمنتخب؟ لا السرد باكين بالذات بطاء، يمكن ماجواير ده صح. يمكن بيعمل كوارث، يمكن هو مش مصدق نفسه ان هو بيلعب في منتخب انجلترا. يعني انت لو بتتفرج انا بتفرج عليه بقى بامانه ده بيعمل مشاكل، حتى في الماتشات اللي فاتت يمكن عمل كوره يا احمد انا اتفرجت عليها في ال 18 بيعمل اوفر على نفسه. يعني مفيش حد، ده انت بتلعب منتخب انجلترا منتخب كبير، لكن لو فرقه السنغال قدرت تستغلها هتأدي بشكل جيد. لكن انا بعد ما شفت فرقه السنغال يمكن الناس كانت بتتكلم تقول لك ان ساديو مانيه عامل فرق او ان هو مقصر. لا
لا عندهم لعيبه كويسه جدا. اسماعيل سار عندهم لعيبه بتقدر تأدي بشكل كويس جدا وبتوصل وبتكسب. لا وشخصيه زي ما احمد بيتكلم, انت اهم حاجه شخصيتك في الملعب, انت عايز ايه من المباراه. لكن السنغال عامله شغل كويس جدا, ممكن تكسب ان شاء الله. كابتن احمد برضو رايك في الماتش ده ايه؟ لا زي ما كابتن محمود بص, السنغال على طول بتوع مفاجآت. هم غير اللي هم فرقه كبيره واسماء ولعيبه كلها بتلعب, يعني انت بكره عندك سبعه بيلعبوا في الدوري الانجليزي في الملعب اساسيين, وبتلعب منتخب انجلترا وبيلعبوا في انديه كبيره, يعني من اول كوليبالي ورا تشيلسي لحد اسماعيل صار, يعني لعيبه كلها يعني في الحاجات اللي هي التشالنج والتحديات وبتاع, حاجه يعني من ايام كاس العالم فاكر فرنسا لما طلعوا فرنسا لما كسبوا فرنسا في, في 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 اول ماتش يعني. ف هم يمكن الصحفي, انا كنت سامع الصحفي اللي كان بيكلمك بيقول لك احنا ما بنحبش الفرق الضعيفه. السنغال فعلا كده, السنغال فعلا بتركز لا يعني لو ماتش ودي مع البرازيل تعادلوا معاهم لا السنغال فرقه جامده وتثق فيها حتى جدا حتى من غير ماني. لا زي ما كانت محمود بيقول لك, لا اسماعيل صار ده مثلا يعني يعني ده حمله لوحده في الملعب, اللعيبه اللي يعني لا لا ده مفيده جدا جامد جدا. لا والجون مندي وجون مندي وكولوبالي وكلهم السكواد كله فريق ومندي في نص الملعب برضو وحش وبس قصير بس انا مع كابتن محمود في حته برضو ممكن الماتش بكره يروح لاكسترا تايم فعلا اكسترا تايم ممكن يروح لان القوه متكافئه شايفينها مش بعيد يعني. لو في فعل في الملعب لو انجلترا جابت الجون هتلاقي رد فعل من السنغال والعكس صحيح يعني مفيش فرقه تبقى وان سايد جيم بكره يعني انت منتخب السنغال تحس ان هو منتخب اوروبي برضو لا منتخب قوي جدا وبعد كده بقالهم 7 سنين مع بعض صحيح. يعني 7 سنين وسبع سنين مش لا ومش 7 سنين مع بعض كده لا 7 سنين انجازات 7 سنين انجازات مش 7 سنين مع بعض وخلاص يعني 7 سنين اخذوا كل حاجه هم وصلوا كاس عالم مرتين واخدين كاس افريقيا واخدين بطوله افريقيا وصلوا قبل كده يعني مفيش حاجه تانية تتعمل يعني فاهمني فلا يعني لو انت بتتكلم في فرقه افريقيه فعلا تستحق تبقى موجوده وفي المكان ده واحسن من كده الجيل ده بتاع السنغال ومنتخب المغرب. طيب ماتش بولندا وفرنسا رايك يا احمد برضو؟ لا فرنسا بسهوله ولا هيبقى صعب؟ لا الاداء اللي عمله بولندا مع الارجنتين يقول لك ان ماتش لو فرنسا في الفورم بتاعتها لا الموضوع ينتهي بدري جدا. ده وجهه نظري يعني. لا بس خلي بالك بولندا بتتحفظ وبتلعب على المرتدات. سيستم هم بيدافعوا كويس عندهم سيستم ان هم بيدافعوا بشكل كويس بيلعبوا على بقول حاجه اكتر منتخب يمكن ما عجبنيش في البطوله. كانوا وحشين يا كابتن محمود اول ماتش الارجنتين مش عارف ليه. افضل منهم. لا ده انت اتفرج على صربيا وسويسرا. صربيا كويسه جدا. ماتش كبير وعلى فكره سويسرا مفاجاه على فكره من يعني في ناس بتتكلم على السنغال والحصان الاسود لا انت عندك الحصان الاسود سويسرا. عاملين شغل كويس جدا منتخب قوي ان هم يرجعوا بالشكل ده في الماتش الاخير لا بكره ممكن لا ماتش سهل لفرنسا يعني تقدر تكسب بسهوله وانا قلت لك ان الهزيمه من تونس هو ده مو نقطه تحول لفرنسا في البطوله هل ممكن لو فرنسا كملت نشوف كريم بنزيما موجود ما اعتقدش يعني يضيف ليهم احنا بنسمع تصريحات يعني هو نفسه هو نفسه نزل يعني. هو نفسه منزل يعني منزل اللي هو اسم الاستاد بس ما اعرفش الكلام ده بيبقى يعني ما اعرفش يعني صح ولا غلط بيلعب الجماهير يعني ما اعرفش صح ولا غلط بس في الاخر انت بطوله كاس العالم دي بطوله النجوم وجودهم بيطفي الشك خلي بالك هو قال انا موجود في الاستاد ممكن في الاستاد يتفرج ممكن يعني ممكن ما اعرفش بس يعني يلعب دي يعني اخر حاجه سمعتها اللي هو نيمار خف ما اعرفش ازاي برضه نيمار خف حاجه غريبه ما اعتقدش يا فاروق ان الاوروبيين بيفكروا بشكل كده انت خلاص خارج البطوله تبقى خارج انت ما بتعرفش انت كنت بتعمل ايه لو خف يا كابتن والراجل عايز لا ما انت عندك لعيبه عندك امبابي وعندك لعيبه عندك لعيبه كويكلينز كلهم كاريزما وجيرو كلهم ما اعتقدش ان انت ممكن تجيب واحد من البيت يلعب كاس عالم يعني صح مش هتعمل زي ايطاليا جابت ناس من حته ثانيه وقالوا كاس عالم ماشي ما ايطاليا لا ما عندك ناس موجوده لا ايطاليا لما جاب باولو روسي او سكلاتشي لما كان في السجن وطلع خد كاس عالم لا الناس دي كانت بتفكر لان كان لعيبه كويسه انا بتكلم لكن انت بتتكلم دلوقتي انت كان احمد لسه صغير لا احمد ده صغير قوي بقول لك كام 86 لا ما بتفرجش عليه دي كانت 82 دي تقريبا انا اول مره اسمع القصه دي كان محمود بيقولها دي بتاعت السجن دي لا كان في لعيب ايطالي لا كان في لعيب ايطالي جابوه طلعوه من السجن عشان يجيب لهم كاس باولو روسي باولو روسي ده سنه 82 في اسبانيا وكنا بنتفرج عليه في رمضان لا كان لا وكان فيروت جامد لكن ما اعتقدش ان انت هتفكر في الفتره ديت او ان انت تجيب بنزينه من البيت ونلعب لعيب كبير جدا ومهم لكن الاصابه وانت عندك طيب طبعا المعلومه دي مش عد حد لا ما احنا هو انا عارف انا وانت ما انا عارف انا وانت انت عارف ان سكلاتش كان عجلاتي لا سكلاتش ده 90
ماشي حبيبي يا كابتن ابو الدهب. انا وقتنا بينتهي فعندي فقره نمبر 1 بناخدها دايما ناخدها مع بعض ما دام احنا توقعنا ماتشات بكره واتكلمنا على ماتشات النهارده. عايز اخدكم للفقره دي، هبتديها بافضل لاعب في مباراه البرازيل والكاميرون امبارح. طبعا شفنا فينسنت ابو بكر والهدف الرائع بتاعه، والراجل ما عندوش مشكله انه يطرد. يعني عندنا مواتينج ولا ديفيدز ولا فينسنت ابو بكر؟ لا هم الثلاثه كانوا نجوم، لكن ابو بكر لانه جاب هدف تاريخي. ابو بكر عايز كابتن برضه ابو بكر، لان الماتش اللي قبليه كمان لا بص الجون اللي جابه اللوب ده حاجه، ده في دنيا تانية. لا وكل اللي جابه 3-1 فاروق، كان 3-1 فاروق راس حربه. شفت فاروق راس حربه شفت ركب الكره ازاي وحطها موجهه. هو وحش، انت بتوجه بدماغك. طيب افضل لاعب في مباراه صربيا وسويسرا، متروفيتش ولا شاكيري ولا امبولو؟ انا شايف شاكيري، يعني متروفيتش بصراحه. متروفيتش جاب جوان كتير يعني. معاك. افضل لاعب في مباراه هولندا وامريكا، بلند ولا ديباي ولا دومفريس؟ انا شايف دبي يا فرو. ممكن انا دومفريس. دومفريس واخد لاعب برضه النهارده. طيب افضل لاعب في مباراه الارجنتين استراليا، ميسي ديبول ولا الفريس؟ لا ميسي. ميسي طبعا. ميسي. منتخب زي ما كنت بقول لكم كده، منتخب فوجئت بخروجه من الدور المجموعات، المانيا ولا بلجيكا ولا اوروجواي؟ يعني شباب بلجيكا. مش المانيا يعني؟ لا يا راجل، لا تتكل على الله. المانيا لا بلجيكا، خد بالك انا الفرق منتخبات العالم على فكره، بغض النظر عن الموقف الخاص بالمانيا، بس منتخب لا انا ماليش دعوه بالفرق، هو منتخب تقيل لكن ما قدمش المردود ان انت ممكن تاخد ثلاثه. بص والله انا مع، يعني انا زي كابتن محمود بلجيكا عشان حاجه، انا اتفرجت على المانيا ممكن يعني بس انا اتفرجت عليهم ماتش لعبوا ماتش ودي مع عمان زي ما احنا كنا لعبنا مع بلجيكا، كسبوا 1-0 في الدقيقة 80 نفس الأداء بالظبط اللي لعبوه قدام ماتش عمان، هو اللي لعبوه في التصفيات. فما يعني مش هقول لك كنت متوقع ليها تطلع، بس أنا ممكن تسأل أنت بلجيكا يعني بقى. ممكن تسأل كابتن حازم، أنا قلت له مين اللي هيطلع في، قلت له بلجيكا وألمانيا. بلجيكا وألمانيا ضربتها طيب. كده وجت كده. طيب منتخب لم تتوقع تأهل لدور 16، المغرب ولا اليابان ولا أستراليا؟ 16 صدرك كده. أستراليا طبعا. أستراليا أستراليا أستراليا. طيب افضل مدرب في المونديال لغايه دلوقتي، فان جال ولا وليد الركراكي وموريسيو؟ بص بعيد عن فان جال يا فاروق، انا شايف وليد الركراكي عامل شغل كويس جدا مع المغرب، عنده جرأه، ممكن عامل شغل كويس، وصل للمغرب وان انت بتكسب وتطلع اول مجموعه وتوصل لدور ال 16، لا عامل شغل كويس. وليد طب وليد بص يعني برضه المدرب اليابان ده خطير طبعا. بس ده واخد الفرقه قبلها بشهرين. انا عارف ده مستلم المغرب قبلها بشهرين يعني. طبعا يعني وبعدين حقق كمان مع الوداد، خلي بالك هو طريقه لعب المغرب دي شخصيه مدرب، هو حكيمي قال كده، حكيمي قال كده في الانترفيو. هي كابتن ابو الدهب، كابتن احمد بشكركم حبيبي يا روح، نورت وشرفت ونورتنا احمد الله النهارده. ربنا يخليك يا كابتن فاروق، ليا الشرف. لا ليا الشرف لعب معاكم طبعا والله. ده الشرف والسلام من الكابتن غانم، ربنا يخليك. سلم لنا عليه كتير. طيب يعني دي مباريات غدا ان شاء الله، زي ما قلنا فرنسا وبولندا الساعه 5 وانجلترا والسنغال هتكون الساعه 9. يعني ان شاء الله ان شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخب السنغال من مؤسسة افريقيا بجانب المنتخب المغربي في البطوله حتى الان، وطبعا يعني فريق كبير وفريق بنستمتع به كممثل لقاره افريقيا في هذه البطوله. ماتش صعب على المنتخب الانجليزي، هنشوف كره حلو، ده اللي احنا هنشوفه في مباراه بكره بالاخص في مباراه انجلترا والسنغال. اشوفكم بكره بامر الله، معانا فيديو طبعا، فيديو اليوم الدائم بالنسبه لنا في كاس العالم هيكون معاكم، ثم ان شاء الله نلتقيكم غدا بامر الله.